بادي اللي هو كان والهايف اللي يلا حد يجيب لي القلم بس يا طيب يلا حبايبي ليه يا ابني حلو والله حلو والله طب اتعشم تكون حالتكم العقليه والنفسيه احسن من المجموعه اللي فاتت لانهم دمروني عين مفروض بالظبط ان قبل الفارما بيبقوا احسن واضح ان مبقتش بتفرق خلاص يا حبيبي كلكم فقدتوا كل حاجه يا طبعا النهارده الحصه اطول ربع ساعه من كل مره يعني اطول ربع ساعه في الشرح وفي الداتا شو انا عامله حوالي ربع ساعه عشان قايلين فيها اسئله ام سي كيو لكن مش طويله قوي زي ما هم بيقولوا اضطريت اديهم بريك كتير وكل شويه اصحيهم واحد بيشغل مصحياته دلوقتي اتعشم وبيتكلموا كتير برضه فان شاء الله تكونوا هاديين كده ايه ده هم الولاد فين كله بنات فين الولاد طب الازهر ده ولا ايه طب انا عايز لا انا شايف بس قصدي اقليه يعني يلا الناس اللي حضروا الحصه مجمعه كان هقول لهم الانكلوجن جانيول في نهايه الحصه يعني برجع انا نشرت حاجه اسمها انكلوجن جانيول في كل المجاميع ما عدا الحصه المجمعه اللي فات عشان صلاه الجمعه جت فانا هقول لهم الانكلوجن جانيول اخر دقيقتين في الحصه وبالتالي بقى كله يطلع لي المذكره اللي فاتت وانا لاحظت طبعا عشان ما بتذاكروش فنص الناس ما جابتش المذكره اللي فاتت محدش عارف بقى احنا خلصنا ولا لا طبعا انا قررت اعمل ايه هديكوا مذكره الاسبوع كله مره واحده مش كل بتاعه قال يعني هو ده اللي مش هيخليكم تعملوا ده هنشوف ماشي انا معاكم والله العظيم كنت ممكن اديكوا كله لو كان خلص انتوا عارفين انا بغير الورقه من اول وجديد فعشان كده لو الحجه بتاعتكم ان احنا كل مره بناخد ورق خلاص هنخليه بالاسبوع وارح يبقى بالشهر يلا خلاص اقعدوا حلوين واتفاقنا المشهور اللي يبقى تعبان يعمل ايه؟ ينام ما يتكلمش ينام لكن ما يتكلمش بص احنا خدنا يلا يا جماعه عشان ان شاء الله 7:15 هناخد بريك عشان صلاه المغرب وبعديها حضرتك هيبقى قدامنا نص ساعه بالكتير ان شاء الله مش العشاء 7:30 فهناخد بريك على 7:15 7:10 وانتوا طبعا جايين من الفارما ايه لما نخلص 7:30 ده متاخر يا جدعان الحظر الساعه 12 لسه قولوا لي احنا خدنا الحصه اللي فاتت كله يطلع صفحه الانتي بايوتكس اكتنج اون رايبوسوم اللي هي صفحه كام يا حبايبي؟ 12 في المذكره القديمه واللي نسيها يقعد جنب حد معاه احنا هناخد النهارده 5 صفحات 3 من المذكره القديمه و2 من المذكره الجديده طيب قولوا لي احنا الحصه اللي فاتت خدنا ان البكتيريا بيبقى فيها كام شكل من الرايبوسوم جواها؟ 3 صح؟ في حاجة اسمها سمول سب يونت دي كام اس؟ 30 على بال ما تصحصحوا يكون الأدنجي طيب وبعد كده في حاجة اسمها لارج سب يونت دي كانت كام اس؟ 50 اسم الله عليك طيب وبعد كده الاثنين بيتجمعوا اثناء البروتين سينسيس بيعملوا لي بولي رايبوزوم دي كام اس؟ اسم الله عليك 70 احنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل دراجز بتشتغل على الثيرتي اس وهوريكم صورتهم في الداتا شو هم بيشتغلوا ودراجز بتشتغل على الفيفتي اس هي دي الايه اللعبه بتاعتنا وطبعا سواء دي او دي هيعملوا انهبيشن للبروتين سينسيس بتاع البكتيريا طب واحده واحده بقى قولوا لي يا حبايبي نتوقع المجموعات الدراج اللي بتشتغل على الثيرتي والفيفتي يبقى عندهم سيلكتيف توكسيسيتي ولا لا؟ سؤال بمعنى اخر هل دول يأثروا على الريبوزوم بتاعتنا ولا لا؟ ليه؟ اسم الله عليكم فاكرين احنا قلنا احنا كيومن الريبوزوم بتاعتنا 40 اس و 60 اس وعشان كده هتلاقيني كاتب لك في اول سطر ان عندهم سيلكتيف توكسيسيتي لان البكتيريا الريبوزومز ديفر فروم هيومن ريبوزوم
واكتبوا جنب نيومان رايبوزوم لو سمحت، اكتبوا جنب نيومان رايبوزومز بين قوسين 40S and 60S عشان تبقى عارف اليومان رايبوزوم دول ايه. 40S and 60S. طيب جميل، كله بقى يبص لي على السبور. هنبتدي الاول بالعيلتين اللي بيشتغلوا على السيرتي اس. عيله اسمها امينو جلايكوزايدز، احنا مسمينها كده يا حبايبي لانها معموله كيميكالي من حاجه اسمها امينو شوجر. عارفين الجلايكوزايد يعني شوجر، فالعيله اسمها امينو جلايكوزايدز. العيله الثانيه اسمها تترا سايكلين. انتوا عارفين تترا يعني ايه؟ اربعه، وسايكلين لان في اربعه رينج، هقولها لكم برضه في الداتا شو، معمولين من اربعه رينج. هم دول اللي بيشتغلوا على السيرتي اس، وهنعمل لهم شفره بسرعه. اكتبوا جنب دراجز اكتنج اون سيرتي اس. امين، واحد اسمه امين، امين ركب اربع عجلات 30 لفه. امين، اكتبوا بس ولك. امين ركب اربع عجلات 30 لفه. نترجم، واضح ان اصعب حاجه في الحصه الشفرات. قولوا لي امين اللي هي الحمد لله اربع عجلات تدرى صعب. ايه بقى 30 لفه؟ عشان افكرك انهم بيشتغلوا على 30 اس. اسم الله عليك. يلا كله يبص لي. اول حاجه عيله الامينو جلايكوزايد ليها عيب خطير كسايد افكت. حتى طبعا السايد افكت دي بتفاصيل اكتر في الفرن. هما نفرو توكسيك، يعني بيعملوا رينال فيلر، ممكن يموتلايز في الكيدني ويعملوا حاجه اسمها ايه؟ رينال فيلر. طيب نيجي بقى اعضاء عائله الايه الامينو جلايكوزايد. في اتنين، واحد اسمه ستريبتومايسين وواحد اسمه اميكاسين. نيجي بقى للستريبتومايسين. قولوا لي حبايبي، فاكرين لما خدنا ان في انتيبيوتيك بتطلع من بكتيريا ومن مولد اللي هم الناتشرال اوكير، مش كان في بكتيريا اسمها ستريبتومايسيس؟ انا قلت لكم ما تحفظوش الاسماء الا لما اقول لكم. في البكتيريا كانوا اتنين، واحده اسمها ستريبتومايسيس واحده اسمها باسيلا. شاطر يا دكتوره، برافو. فاحنا ليه مسمين الدراج ده ستريبتومايسين؟ لان جايبه من بكتيريا اسمها ستريبتومايسيس، عشان كده سميته ستريبتومايسيس. وبصوا بقى عشان نتعود الاسماء دي جايه منين. انتوا عارفين كلمه ستريبت عندنا في البكتيريا يعني تشين، سلسله، يعني البكتيريا دي اسمها ستريبتومايسيس لانها تحت الميكروسكوب عامله تشين، تشين اوف كوكار. فدايما اي حاجه في البكتيريا عندنا بتبتدي بكلمه ستريبت تعرف انها ايه؟ تشين. طيب يبقى عرفنا دلوقتي الستريبتومايسين ده سميته كده ليه. طب السؤال بقى، ليه عيب بيضرب الاتسكرينيال نيرف؟ انتوا عارفين الاتكرينيال نيرف اسمه ايه؟ فيستيبولو كوكلي. هو بيضرب الكوكليار بارت، فعشان كده اوتو توكسيك، يعني تستعمله كتير تبقى اطرش على طول. يبقى هو ده السايد افكت بتاعه الجامد. طيب نيجي بقى الاهم حاجه، كله باصص لي وحريكوا صورتها برضه في الداتا شو. كيف تقاوم البكتيريا الستريبتومايسين الريزيستنس؟ قولوا لي يا حلوين، قصه عبيطه. دلوقتي انت عندك ادي البكتيريا هي، وانا عامل الدراج اللي اسمه ستريبتومايسين. لسه قايل لكم الستريبتومايسين ده مفروض يدخل على السيرتي اس، صح؟ يلزق ويعمل انهيبيشن. المعلومه الجديده بقى، عشان يلزق على السيرتي اس هو محتاج ريسبتور يستقبله، ريسبتور موليكيول. واحد يقول لي والريسبتور ده طالع منين؟ البكتيريا بتطلعه. بس خلي بالكم بقى، هي مش مطلعاه عشان تستقبل بيه الستريبتومايسين، هي مطلعاه عشان بيقوم بفانكشن معينه في الريبوزوم. انا استغليت المولكيول دي عشان الستريبتومايسين يلزق عليه. يبقى لو حد يفتكر لما اقول لك ريسبتور فور كذا ان البكتيريا مطلعاه مخصوص عشان يستقبل كذا، هي بتطلعه عشان يعمل لها فانكشن معين، انا استغليته عشان الدراج يلزق عليه. يبقى تاني، الستريبتومايسين عشان يشتغل بيلزق على ريسبتور موجود على السيرتيس. نفكر مع بعض بقى، البكتيريا دي عايزه تقاوم الستريبتومايسين،
تفتكروا ببساطة تغير ايه ريسبتور بالظبط؟ هتقوم عاملة تشينج في الموليكيول دي، تغير الموليكيول دي، وبالتالي الستريبتومايسين مش هيقدر ينزل، يبقى كده مش هيشتغل. طب السؤال ده ازاي غيرت الريسبتور؟ بسيطة، دلوقتي البكتيريا عندها كروموزوم، حلو؟ في جين على الكروموزوم هو المسؤول عن انتاج الريسبتور ده، في جين على الكروموزوم هو اللي مسؤول عن انتاج الريسبتور ده. تقوم زي ما انتوا قلتوا البكتيريا تعمل ميوتيشن، متى حصل ميوتيشن في الجين كده الريسبتور اتغير، كده بقت ريزيستنت للستريبتومايسين. يبقى تاني بقى انتوا باصين في الورقه كده، الريزيستنس تو ستريبتومايسين عباره عن ايه؟ تشينج ان ذا تارجت ريسبتور، يعني الريسبتور اللي موجود على السير تي اس بغيره. طب غيرته ليه؟ عملت ميوتيشن في الجين بتاع الكروموزوم بتاعها اللي هو مسؤول عن انتاج الريسبتور. طب ايه رايكم بقى؟ جمله بالعربي بسيطه تفكرني بالسطر كله، اكتبوا تحت الستريبتومايسين لو سمحتوا بالعربي. غير استقبال، غير تحت الستريبتومايسين، غير استقبال ابو سلسله الاطرش، غير استقبال ابو سلسله الاطرش، قلت الاطرش المصروف. قولوا لي غير استقبال اللي هو ايه؟ تشينج ريسبتور بالظبط. ابو سلسله استريبتومايسين، مش احنا قلنا استريبتومايسين يعني سلسله؟ طيب الاطرش السايد افكت اللي هي الاورتوسيس، ماشي؟ طيب بعد كده واحد تاني من العيلة اسمه أميكاسين، ده أهم حاجة فيه إزاي بتقاوموا البكتيريا، فأنا هشرح المقاومة بتاعته مع الدراج اللي بعديه اللي هو التتراسايكلين اللي هو ليه نفس المقاومة بالظبط. قولوا لي بقى العيلة التانية التتراسايكلين، سمعتوا عنها في الفارما؟ اللي هي بتعمل إيه يا حبايبي؟ كيليشن للكالسيوم. بص دلوقتي التتراسايكلين لما أنت بتاخده بيدخل في البون، فلما يجي الكالسيوم يدخل في البون يقوم التتراسايكلين ماسك فيه فيمنع الديبوزيشن بتاع الكالسيوم في البون. يبقى انت كده عندك عيب خطير في البون ولا لا؟ اكتر بون يبان فيها التيث، فتلاقي ايه بقى يحصل؟ يلوش ديسكالوريشن للتيث. انتوا عارفين يا جماعه سبب البياض بتاع السنان اللي هو طبقه الانيميل، طبقه الانيميل دي محتاجه كالسيوم، امتى تبوظ الكالسيوم مش هتبقى فيه طبقه بيضاء ولا حاجه. بس السؤال بقى السايد افكت ده يحصل امتى؟ حاجه من الاثنين، يا اما واحده حامل خدت الدراج اثناء الحمل فالبيبي لما يطلع له سنان بعد سنه او سنتين هيبقوا يلوش، يا اما طفل زيكم كده اقل من 8 سنين، لو برضه طفل اقل من 8 سنين برضه يحصل العيب ده، لكن اكتر من 8 سنين يا حبايبي ما بيحصلش العيب على الاطلاق، يبقى التتراسايكلين امن جدا فوق 8 سنين. يبقى بصوا في الورقه بقى مكتوب عندك ايه؟ تحت التيس ديسكالوريشن مكتوب لو بريجننت وومن خدته او ايرلي ان لايف، اكتبوا ايرلي ان لايف يعني بيلو 8 years، عشان الشاف بيلو 8 years وهتاخدوه اكيد تفصيلا في الفارما بيلو 8 years، لكن واحد كبير خد ما يهمكش. كل بص لي بقى، نيجي لحاجه مهمه، كيف تقاوم البكتيريا التتراسايكلين اللي هو نفس الاميكاسين؟ ممكن تبصوا لي بقى على السبوره كده، قولوا لي فاكرين احنا في الجرام نيجاتيف بكتيريا في السيل وول كان عندنا حاجه اسمها اوتر ميمبرين، صح؟ الانر بارت بتاعه مش كان عبارة عن فوسفوليبيد باي لير؟ ها يتخللها بروتين اسمها ايه؟ بوين، اسم الله عليكم. حد فاكر البوين دي كان وظيفتها ايه؟ شرب، بتعمل باسيف ديفيوجن للسمول موليكيول. ده شاطرين، في بقى معلومة جديدة، يعني انت لو عندك سمول موليكيول عايزة تدخل البكتيريا هتدخل عن طريق مين؟ البوين. طب افرض بقى عندك لارج موليكيول، ما ينفعش تدخل عن طريق البوين، فبتدخل ازاي؟ عادي خالص، بيبقى فيه بروتين كارير يدخلها بحاجه اسمها اكتف ترانسبورت.
مش انت عايز تنقل حاجه عن طريق ممبرين؟ عندك طريقه اسمها بروتين كارير تستعمل اكتف ترانسبورت. حلو، ايه علاقه الكلام ده بموضوعنا بقى؟ اقول لك، انا الدراج اللي اسمه تتراسايكلين او اميكاسين، الاثنين هما لارج مولكيول، فعشان يدخلوا جوه البكتيريا في بروتين كارير بيدخلهم في الاوتر ممبرين. طبعا السؤال، هي البكتيريا مطلعه البروتين كارير ده عشان تنقل بيه التتراسايكلين؟ لا، هي مطلعه عشان ينقل بيه حاجه تانيه، انا استغليته ككارير لمين؟ للتتراسايكلين. الشرح خلص. قولوا لي بقى، البكتيريا دي عايزه تقاوم التتراسايكلين والاميكاسين، تعمل ايه؟ تغير البروتين كارير. ما تغيرت البروتين كارير كده، لا التتراسايكلين ولا الاميكاسين هيعرفوا يدخلوا. يبقى انت كده عملت حاجه اسمها ايه؟ ديكريز دراج بيرميبيلتي. يبقى بصوا بقى في الورقه لو سمحتوا، مكتوب قدام الاميكاسين ديكريز دراج بيرميبيلتي، يعني ايه؟ حصل تشينج في الاو ام بي، اختصار ايه؟ اوتر ممبرين. ايه؟ بروتين ولا بوين؟ بروتين. اخصى عليكم، لو قلتوا بوين وقعدتكم سودا، هي البوين دي بتدخل باي باسيف ديفيوجن يا جمل، دي اوتر ممبرين بروتين، لان البوين ملهاش علاقه بالاكتف ترانسبورت. يبقى دي اوتر ممبرين، على فكره الاختصار ده معترف بيه، اكتبوه كده في الامتحان، او ام بي يعني اوتر ممبرين بروتين. فعملت انهبيشن للاكتف ترانسبورت اوف ذا دراج، وده ميكانيزم اوف ريزيستنس للتتراسايكلين والاميكاسين، ونعمل له شفر. لانه جه سؤال ام سي كيو هنوريها لكم في الداتا شمال، اكتبوا تحت اس اميكاسين على اليمين قدام تتراسايكلين اس اميكاسين، اكتبوا. ما تدخلش، ما تدخلش ايمي، واحده اسمها ايمي بقى اللي راكبه اربع عجلات، وانا كل ما اقول لكم اسم تستغربوا كده، اسماء ربنا. ما تدخلش ايمي اللي راكبه اربع عجلات. مش عاجبك ايمي اكتب زنبو، اي حاجه قول لي. ما تدخلش يعني ايه؟ decrease the upper decrease upper limit. ما تدخلش. طب ها ايمي اميكاسين اللي عنده اسم ده بيكتبه، مفيش مشكله، واربع عجلات زي ما احنا متعودين بالتتراسايكلين. في اي صعوبه يا جماعه؟ الدراجز النهارده سهله جدا، يعني هي بس اسماء لكن الميكانيزمات بتاعتها. يبقى احنا كده خلصنا الدراجز بتشتغل على ايه؟ ها اللي بتشتغل على السيرتيز، ما انتوا كنتوا كويسين. طيب بعد كده، والنبي اللي قاعدين لوج ورا دول معايا، انتوا بتشرحوا لبعض ولا بتتكلموا؟ بصراحه اشرحوا لبعض، انا مصدقك. والله الصدق بيبص من عينيك. والله كملي شرح، كملي شرح ايه اللي بتتحكي فيه ده؟ ماشي، بص حصه كوميديا، يلا يا حلوين نكمل. بص تعالوا نشوف بقى اللي بيشتغلوا على ال 50 اس، اسهل بكتير. اشهر واحد، وده هتسمعوا عنه في الفورم، واحد اسمه كلورامفينيكول. خدتوه بس انا سمعتكم لسه ما خدتوش تفاصيل عنه. بصوا يا جماعه، بطل استخدام هذا الدواء. ليه بقى؟ بيعمل سايد افكت خطير، بون مارو ديبريشن. قولوا لي سمعتوا عن حاجه اسمها ابلاستيك انيميا؟ يعني بون مارو ما طلعش حاجه، هو بيعمل ابلاستيك انيميا، وبالتالي ما حدش بيستعمله دلوقتي. هما دلوقتي بيستعملوه اطراف العين بس توبيكال، لكن ما حدش بيستعمله. طيب بس لازم تبقى عارف برضه. طيب السؤال بقى حاجه عبيطه، كيف تقاومه البكتيريا؟ الريزيست بسيطه، هتطلع انزيم البكتيريا، تطلع انزيم اسمه اسيتايل ترانسفيريز بيكسر، يعني الميكانيزم هنا ديستراكتيف انزيم. طيب سؤال قبله، نتوقع، انتوا سيبني نتوقع، الجين اللي مسؤول عن انتاج هذا الانزيم يبقى على كروموزوم في البكتيريا ولا على بلازميد؟ بلازميد. ولا ما تفرقش معاك وده زي ده؟ بلازميد. انا لما اسال حاجه يبقى اكيد خدنا حاجه شبهها. بلازميد. شباب قولوا لي، سمعت يا تسمعوا بعض عن حاجه اسمها ار بلازميد؟ الار بلازميد اللي هو مسؤول عن انتاج الانزيم اللي اسمه ايه؟ بيتا لاكتاميز، واللي مسؤول عن انتاج الاسبل، صح؟ مش احنا قلنا اي ديستراكتيف انزيم بتطلعه البكتيريا ده بيبقى نتيجه ار بلازميد.
احفظها كده. يبقى اي انزيم ديستركتيف الانتي بايوتيك ده بيبقى ميديتد باي بلاد، وبالتالي اكتبه بالرصاص لو سمحت. مكتوب destroyed by acetyl transferase، اكتبه بين قوسين mediated by R plasma. طبعا انتوا عارفين R دي اختصار ايه؟ resistance. بالظبط mediated by R plasma. حلوة. بقيت بقى الدراكس ما فيهاش الا اسامي، فبصوا في الورق لو سمحتوا نراهم مع بعض، هنعمل لهم شفره برضه. عندي عيله اسمها ماكرو لايت، انتوا عارفين يا جماعه ماكرو يعني كبيره، هي معموله من رينج كبيره فبيقولوا عليها ماكرو لايت. واشهر ممبر في الماكرو لايت ممبر اسمه اريثرومايسين، انتوا عارفين اسمه التجاري اريثروسين، ده بيستخدم في علاج التونسيلايتس، واخدين بالكم؟ اه مشهور في علاج التونسيلايتس. المهم بعد كده بصوا في الورق، عيله اسمها ازالايت. بعد كده دواء بقى مشهور وهنتكلم عليه جامد قوي اسمه كليندامايسين. اهميته ايه بقى يا جماعه؟ بيتسبب في سايد افكت خطير اسمه سوبر انفكشن، يؤدي الى مرض اسمه سودو ممبريناسكولايتس. ده بقى اللي هنشرحه بالتفصيل الصفحه اللي بعدها. بس قبل بقى ما نقلب الصفحه عايزين جملة بالعربي تفكرني بالدراجز دي كلها، اكتبوا بقى قدام دراجز acting on 50 is او تحت خالص، اكتبوا من غير تعليق لو سمحتوا. كلوا عظم مكسر، طعمه كده، كلوا عظم مكسر ومكرونة بدمها. دي بقى انقح. انتوا شفتوا عربز جوب تالنت، واحد كل تعبان وعقرب، فده بالنسبه له دي الحلويات بتاعته يعني. فكده يبقى كله عظم مكسر ومكرونه بدمها شويه صراصير، هتحسوا شوفوا بقى بعد الوجبه دي هتحسوا احساس بنظافه سوبر، يعني بعد ما كنتوا ضربان وبتهرش بعد الوجبه دي تبقى نظيف سوبر، هتحسوا بنظافه سوبر. يعني نظافه عاليه قوي. نيجي للترجمه، كلوا رام فينيكول مكرونه، لا سوري، لا كمل، عظم بون مارو ديبريشن، صح؟ طيب طبعا كان المفروض نقول كلوا كوارع، انتوا عارفين بون مارو هو كوارع يعني، المهم خلوه عظم وخلاص. طيب مكسر، مش هو بيتكسر بانزيم، ده الميكانيزم اوف ريزيست، مش الميكانيزم اوف ريزيست بتاعه ديستراكشن، فمكسر. طيب ومكرونه ماكرولاي بدمها اريثرو، قولوا لي هو الاريثروسايت مش يعني كرات الدم الحمراء حاجه كده لا تملكونها؟ اذا يبقى لما اقول لك حمراء يبقى يفكرك بكلمه اريثرو. الجايه بقى دي صعبه شويه فمحتاجه تركيز. قولوا لي عارفين كلمه كلين؟ مش كلين يعني نظافه، فتنفع كليندامايس؟ يعني احنا مش في حصه انجليزي، مش عند ميس نجله هنا، اعتبر دي كلين. واحد قال لي كلين بتتكتب بطريقه مختلفه، يعني احنا مش هنتحنى كده، يبقى كلين اللي هي كلين دوايس نظافه. ايه سوبر دي؟ سوبر انفكشن، ماشي سوبر انفكشن. يلا يا جماعه، لا ازالايد مالهاش، اللي فيكم يعمل لها حاجه كويسه يقول لي وادي له جايزه 10 جنيه الحصه الجايه. اللي هي ايه؟ ازالايد مش داخله في الشفوه يعني. ايه الدقه دي؟ سوبر اللي هي سوبر انفكشن. هتحسوا لا عشان نربط الجمله، الواد بيذلنا، هتحسوا دي اللي هي ايه؟ طب يعني اقول لك نقطتين نظافه سوبر؟ ايوه ابتدت اعصاب الفارما بقى تطلع. ايوه مع نفسين بانجو كلنا هنبقى كده. لا والله بس انتوا والله العظيم حالتكم احسن من المجموعه اللي فاتت، واضح انكم شوكت فما فيش ريسبونس. بس قاعدين هاديين مش هادي ما تقلبوش الصفحه. بصوا بقى يا حلوين، بصوا لي يا حبيبي، اخر سطر في الصفحه اللي احنا كنا فيها انا بقول لك ايه؟ كسايد افكت من كليندامايسين بيحصل حاجه اسمها سوبر انفكشن، صح؟ ومرض معين. انتوا عارفين بقى يا حبايبي مين السبب في السوبر انفكشن دي؟ بكتيريا في جسمنا اسمها نورمال فلورا.
وبالتالي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنناقش كل ما يتعلق بحاجه اسمها نورمال فلو. طبعا الكتاب كاتب درس النورمال فلو ده في حاجه اسمها هوست بارازايت ريليشن شيب في الاخر، لا توقيته بقى اللي احنا ناخده مع السوبر انفكشن عشان نفهم يعني ايه سوبر انفكشن بالتفصيل. نقلب الصفحه بقى ونبتدي خلاص، الكلام اللي هو بتاع الاسامي ده خلص، نبتدي بقى النورمال فلو. يلا ركزوا معايا، احنا ماشيين بريد كويس دلوقتي. اجي في الامتحان اقول لك يا عم الحاج ديسكاس نورمال فلو، ده سؤال على 5 درجات. بصوا بقى في الروايه ايه الايتم، هما 5 ايتم. عندنا اول 3 ايتم اسمهم دي تي تي، يا حاجه اي كلام يعني. اول حرف من كل ايتم دي ديفينيشن، ودي تايم اوف اكويزيشن، لو هتكتب في الامتحان دي تي تي انا هفكرك بس العناوين. وبعدين دي الثالثه اللي هي تايبس، وبعدين اهم موضوعين بقى البينيفيشال افكت اوف فلورا، ازاي الفلورا بتفيدك، والاخر موضوع العكس الهارمفول افكت اوف فلورا، ازاي الفلورا بتضر. يلا قصه عبيطه قوي الفلورا. اول حاجه يا حبايبي الديفينيشن بتاع الفلورا، اكيد سمعتوا عنها في البايو. الفلورا دي عباره عن اورجانيزمات سواء بكتيريا او فنجان بتعيش في جسمنا كله واحنا هيلثي. يبقى اي واحد فينا يا حبايبي لازم يكون عليه عائلات كثيره من الفلورا. طب السؤال ده جات لنا الفلورا اقول طول ما احنا في اليوتيرس يعني اثناء البريجنسي مفيش فتفوته بكتيريا بتدخل لنا، لان من رحمه ربنا اليوتيرس بتاع الام بيبقى ستيرايل، وطبعا انت هتبقى متحوط بالبلاسينتا الممبرين، وبالتالي ولا فتفوته بكتيريا تدخل. اول بقى لحظه في الولاده اللي هي بتبتدي بحاجه اسمها رابتشر اوف ممبرين، سمعتوا عنها في الاناتومي؟ يقول لك بيلعب القرن طش، واخدين بالكم بالبلدي كده، القرن طش يعني الممبرين بتاعت البلاسينتا انفجرت. يبتدي بقى البيبي يعدي الفاجينا بتاعت الام. الفاجينا بتاعت الفيميل فيها بكتيريا، فتبتدي البكتيريا تدخل. وبعد كده بقى اول ما تتولد وتفتح بقك تقول واء. اول نفس بتبتدي تاخد البكتيريا اللي في الهواء، واخدين بالكم؟ وبعد كده عن طريق الاكل والشرب مليانين بكتيريا فبتاخد فلورا، وعن طريق النورمال بيرسون يعني وانت طفل صغير كده شكلك حلو يجي بقى حد يبوسك كده بقه ومناخيره مليانين فلورا فينقل لك الفلورا. معلش قال يعني انت بنت اختك ما بتبوسيهاش اعتبريها يعني. طيب معلي طيب المهم وكده بقى بص يا حبيبي الفلورا هتفضل في جسمك لا تنتهي، وهي دي اللي بعد ما نموت هي اللي بتعمل لنا بيتريفاكشن وبتحللنا، هي الفلورا اللي هي اسمها. طيب السؤال بقى كده عرفنا التايم اوف اكوزيشن، تعالوا نشوف انواع الفلورا. احنا عندنا نوعين من الفلورا والاسم بيغششنا. اول نوع اسمه ريزيدنت، حد عارف يعني ايه ريزيدنت بالعربي؟ مقيمه، اللي هي معنى اخر بيرمننت فلورا، يعني دي لا تختفي من جسمك ابدا. واشهر اكزامبل هي الفلورا اللي في الجي ار دي. انتوا عارفين يا جماعه الاكل اكتر حاجه والشرب مليانين بكتيريا، وبالتالي الفلورا اللي في الجي ار دي لا تختفي. النوع الثاني بقى اسمه ترانزيانت فلورا. طبعا عارفين ترانزيانت يعني بالعربي مؤقت. بصوا لي بقى كده الفلورا يا حبايبي اللي في السكين واللي في النوز ممكن تختفي مؤقتا لان الهواء بيشيلها، يعني طيارات الهواء اللي بتبقى موجوده ممكن تسحب لك شويه فلورا من السكين ومن النور لكن بترجع تاني، يعني في طيارات هواء اخرى بتجيبها لك، لكن ممكن تلاقي فجاه عيله معينه اختفت من السكين. يبقى اكتبوا بقى هي ليه ترانزيانت هنا اللي هي الفلورا اللي في السكين والنوز ليه هي مؤقته، اكتبوا displaced يعني بتتشال displaced by air currents يعني طيارات الهواء displaced by air currents اللي هي طيارات الهواء. ماشي طب الكلام الفارغ بقى تعالوا بقى اهم حاجتين، ما هي البينيفيشال افكت وما هي الهارمفول افكت عشان نفهم موضوع اسمه ايه سوبر انفكشن. اول سؤال نساله لنفسنا، احنا عندنا في جسمنا عائلات كتيره من الفلورا، من رحمة ربنا محدش يكتب حاجة، كل العائلات دي
لو نمبر في جسمي. يعني اديكم مثلا، عندنا مثلا في الماوس بتاعنا في فلورا اسمها كانديدا. فاكرين الفنجس اللي اسمه كانديدا اللي هو بيتكاثر باي بادي؟ ده فلورا في الماوس. وجنبيه مثلا شويه استاف ممكن يبقوا فلورا، وعائلات تانية كتير، قول 10 عائلات فلورا في الماوس. السؤال بقى، في الاحوال الطبيعيه العشر عائلات دول عددهم قليل كل واحد. واحد يقول لي اشمعنى؟ ده انت عمال تاكل وتجددهم على طول. حاجتين، اول حاجه الاميونيتي، قولوا لي هي الفلورا دي بالنسبه لنا مش حاجه غريبه ولا لا؟ طبعا. وبالتالي الاميونيتي بتضرب فيها، وبالتالي عددها قليل. الحاجه التانيه بقى الاهم، هما بيضربوا في بعض في الصراع على البقاء، حاجه اسمها ميتوال انهيبيشن. مش احنا فاكرين في درس الانتيبيوتيك لما قلنا كل بكتيريا بتحاول تطلع مواد سامه عشان تقتل البكتيريا اللي حواليها ولا لا؟ فهم نازلين طحن في بعض، وعشان كده المحصله النهائيه ان كل واحده له نمبر. الكلام ده بقى انا كاتبه فين؟ طلعولي رسمه الالوان بتاعت الصفحه اللي فاتت اللي هي بتاعت الميزوزوم والبروتين جانيول والريبوزوم. تاني صفحه فيها، دي صفحه بعديها على طول ابيض واسود. اللي معلش يا جماعه اللي نسي ولا حاجه يشوف جنبه. بصوا بقى، اول فتره يعني الصفحه دي انا هشرحها على اجزاء، اللي هي الصفحه اللي بتبتدي بكلمه سوبر انفكشن. طيب هتلاقيني كاتب لك ايه؟ كل بص في الورق اللي انا شرحته، فلورا اركبت اللو نمبر بار حاجتين. اول حاجه ميتشوال انهيبيشن، يعني هما بيموتوا بعض. تاني حاجه اميونيتي، الاميونيتي بتضرب فيه. جميل. خلوا بقى الصفحه دي مفتوحه ونرجع تاني الموضوع. الايتم الرابع اللي انا هقوله حاجه اسمها، كله باصص لي على الصبور، البينيفيشن افكت اوف فلور. يعني السؤال ايه الادوار الكويسه اللي بتلعبها الفلور؟ طبعا في معلومات قديمه خدتوها في الدايت، عشان عندنا فلورا في اللارج انتستين بتطلع فيتامين فيتامين كي وفيتامين بي كومبلكس. انا هنا بقى بهتم اكتر بيه، الدور اللي بتلعبه الفلورا كجزء من الاميونيتي بتاعت الجسم. تخيل احنا لما ناخد الاميونيتي هناخد ان الفلورا تعتبر جزء من الاميونيتي. ليه بقى؟ كله يبص لي على الصبور. ادي يا حبايبي الجي اي تي الانتستين اللي هو معقل الفلورا، وناخد اشهر فلورا في الجي اي تي. سمعت عن بكتيريا اسمها ايكولاي؟ طب اللي هي شريشيا كولاي، هناخدها في الترم التاني. بصوا بقى، الايكولاي كفلورا بتبقى اوكيوباين السيرفيس بتاع الميكوزا السيل. خلي بالكم الفلورا عاده عمرها ما تعمل انفيجن، يعني عمرها ما تدخل جوه الخليه، لانها لو دخلت خليه هتعمل ديزيز. فهي بتبقى موجوده على سطح الايه؟ على سطح الخليه. قوم ايه بقى؟ حضرتك اتعرضت لباثوجينيك بكتيريا، الاكل بتاعك كان ملوث ببكتيريا باثوجينيك. السؤال بقى، ازاي الايكولاي كفلورا هتحميك من الباثوجينيك؟ واضحه. قولوا لي الباثوجينيك دي مش عشان تدخل الانتست لازم الاول تعمل اتاتشمنت؟ طب الايكولاي هنا عامله ايه؟ واخده كل اماكن الاتاتشمنت، فمفيش مكان تلزق فيه الباثوجينيك. فاول ميكانيزم حاجه اسمها اوكيوباين الاتاتشمنت سايت. الحاجه الثانيه، طب هي بقى فضلت كده مش عارفه تعمل اتاتشمنت، تبتدي الفلورا تنافسها على الاكل اللي في الانتستين وتاكل الاكل قبليها. عارفين ليه يا حبايبي؟ لانها متعوده. بمعنى هي الفلورا دي مش قاعده في الانتستين على طول ولا لا؟ فحصل لها ادابتيشن على الاكل فبتاكله بسرعه، عكس الباثوجينيك بتضطر الاول تاخد فتره تعمل ادابتيشن. فاللي بيكسب معركه الاكل هو الفلورا، يبقى تاني حاجه حرمتها من الاكل. تالت حاجه كالعاده بقى، هتبتدي الايكولاي الفلورا تطلع سبستانس هارمفول عشان تموت بيها في الصراع على البقاء، تطلع توكسيك ميتابولايت. يبقى هم دول التلات حاجات اللي من خلالهم الفلورا تمنع الباثوجينيك بكتيريا. تبص في الورقه بقى نرجعهم مع بعض. يبقى البينيفيشال افكت اوف فلورا ليه بعتبرها جزء من الميتي؟ اول حاجه اوكيوباي الاتاتشمنت سايت بتاعت الباثوجينيك، ما تخليهاش تلزق. تاني حاجه
consuming neutron. اكتبوا عليها بالعربي لانها متعودة. مش هتفتكروا. وبعد كده تالت حاجة production of toxic metabolites. جميل يا حبايبي. طيب نيجي بقى لاخر ايتم اللي هو الاهم اللي هو هيخلينا نناقش يعني ايه سوبر انفكشن. الوجه الاخر السيء بقى. ما هي الهارمفول افكت بتاع الفلو؟ عشان نفهمه بقى ارجعوا لي للصفحه اللي هي بتاعت السوبر انفكشن لو سمحتوا، هي صفحه الشرح. لا معلش بس اكتبي، انا اول ما اخلص القصه صارت يعني مترابطه، اساليني بعد كده. انا متاكد انا 99% هجاوب على السؤال. عشان بس ما نقطعش القصه، لانها قصه مثيره. بصوا كلها عبر. بصوا السؤال، احنا دلوقتي عرفنا من شويه ان الفلورا كبت اللو نمبر عشان الاميونيتي والميديوال انفكشن. طب السؤال التاني، هي ليه يا دكتور الفلورا عادة ما بتعملش مرض؟ مش دي بكتيريا زي بقية البكتيريا؟ بص بقى، عائلات الفلورا اللي عندنا بتبقى مقسومة جزئين. جزء نون فيرولنت. تفتكروا يعني ايه نون فيرولنت؟ ما عندوش ولا عامل قوة. ده غلبان. وتخيلوا بقى هو نون فيولنت ولو نمبر، يبقى ده استحاله انه يعمل لك اي حاجه مهما كتر في العدد، هو ما عندوش اي عامل قوه، فدول نون باثوجينيك ودول فل. النوع الثاني بقى هو اللي مشكله. النوع الثاني من الفلورا هو برضه لو نمبر بس لو فيولنس. يعني ايه بقى لو فيولنس؟ عنده عوامل قوة بس قليلة، وبما انه عدده قليل فكده مش هيعمل ديزيز. دول بقى بنعتبرهم قنبلة موقوتة، اللي بنقول عليها بالانجليزي potentially pathogenic. قولوا لي بقى استنتجوا، قولوا لي حاجة لك للنبي، تفتكروا دول لو حصل ايه ممكن يعملوا لك ديزيز؟ لو هاي نمبر، لا واحدة واحدة، مش لو عددهم زاد كده هيعوضوا الضعف بتاعهم بكثرة العدد فيقوموا لابينك وعاملين ديزيز. يبقى الخطورة هنا في اللي هم لو فيرس. طول ما هم لو نمبر كويسين، حصل مشكلة النمبر بتاعهم عالي ممكن يعملوا لك ديزيز، وهو ده اللي هنقوله دلوقتي بقى. الأول بصوا في الورقة كده، السهم التاني اقرا مع بعض. الفلور نوعين، لا فقط تاني. أول حاجة لو نمبر ونون فيرولنس، نون باثوجينيك. تاني حاجة لو نمبر ولو فيرولنس. قولوا لي بي بي اللي عندكم اختصار إيه؟ بوتنشالي باثوجينيك. بالظبط اكتبوها يا حبايبي، بي بي اختصار بوتنشالي باثوجينيك، واكتبوا بالعربي قنبلة موقودة. قنبلة موقودة. قنبلة موقودة. طب الجدع يقول لي بقى زي ما الدكتور قال، قولوا لي بقى تفتكروا من الصفحه دي امتى النمبر بتاعهم يزيد؟ اطلع له فقره لجاي وانتوا تعرفوا. هو مين اللي بيخلي النمبر قليل يا جدعان؟ اول حاجه الاميونتي، صح؟ طيب انت تاني. لو الاذر فلورا اللي جنبيها بطلوا يعملوا لها انهبيشن، مش في الحالتين النمبر بتاعهم هيزيد ولا لا؟ وده اللي هنقوله دلوقتي. ارجعوا لي بقى يا حبايبي للورق الاصلي وسيبوا برضه دي مفتوحه. بصوا بقى انتوا متى فهمتوا خلاص نقدر نقلف. الهارمفول افكت بتاع الفلور. وطبعا على فكره الفلورا اللي بوتنشال باثوجينيك دي ليها اسم مشهور، اوبورتيونيستيك. انتوا عارفين يعني ايه اوبورتيونيستيك؟ انتهازيه، اي غلطه هي تستغلها. اول حاجه لو واحد اميونو كومبرومايزد على طول البوتنشال باثوجينيك هيزيدوا يعملوا ديزيز زي عيان الايدز. انتوا عارفين احنا هناخد في فيروس الايدز ان شاء الله نص عيانين الايدز على الاقل بيموتوا من الفلورا بتاعتهم. طيب تاني حاجه بقى، بكتيريا فلورا طلعت اوتسايد النورمال هابيتات بتاعها، فمش هتلاقي حاجة تعمل لها انهبيشن،
تزيد وتعمل تزيد. وناخد اشهر مثالين كله يبص لي. انا لسه قايل لكم الايكولاي دي فلورا فين؟ في الانتستين. صح؟ طيب. وطول ما هي في الانتستين بقيه الفلورا اللي حواليها كابسين على فاسها ولا لا؟ سبب عامل من العوامل هنبقى ناخدها في سيستماتيك. الايكولاي اللي في الانتستين دي دخلت البلاط. صح؟ قوم ايه؟ راحت لليورينري تراكت. هل هتلاقي حواليها البكتيريا اللي بتعمل لها انهبيشن؟ تقوم عامله يورينري تراكت انفكشن. ولما بيجي ناخد الايكولاي هقول لك ايه بقى؟ الكومنست كوز اوف يورينري تراكت انفكشن عندنا كلنا هي الايكولاي بتاعتنا الفلورا لو دخلت الدم. طيب ما تبقاش المثل ده هعمله لك؟ انا بناخده في الترم التاني. مثل تاني. عندي بكتيريا اسمها استاف ابيديرميدس. قولوا لي يا جماعه احنا مش خدنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت حاجه اسمها استاف اويس؟ فاكرين اللي هي كانت بتطلع بيتا لاكتاميز؟ بنت عمها بقى اسمها استاف ابيديرميدس. ابيديرميدس دي جايه من سكين، هي تعيش فلورا في السكين. طول ما هي في السكين مؤدبه دخلت البلاط نتيجه ظروف معينه توصل للهارت فالف. الهارت فال مفيش عائلات تعمل لها انهبيشن، تقوم عامله لك اندوكاردايتس. اندوكاردايتس اللي هي انفلاميشن في الهارت. فهمنا اللعبه؟ يبقى بص بقى في الورقه لو سمحت اكتبوا لي. مكتوب عندك ايكولاي ان انتستين. اكتبوا بين قوسين. بلط، كلمه بلط سهم يو تي ار يا وين انتكتيف. لو دخلوا بلط ممكن يعملوا وين انتكتيف. المفروض انتوا بقى تكتبوا المثل التاني. ها تحت ستاف ابيديرميدس. ها بلط سهم اندوكاردايتس. بالظبط تحت ستاف ابيديرميدس بلط سهم اندوكاردايتس. ماشي يا حبايبي؟ يبقى قولوا لي تاني، هي هما ليه لما طلعوا بره مكانهم الطبيعي عملوا ديزيز؟ عشان ما لقوش البكتيريا اللي مفروض تعمل لهم انهبيشن. جميل؟ مسك الختام بقى. ده اهم حاجه في الصفحه. الهارموفول افكت التالت سوبر انفكشن. ودي بقى ممكن تيجي لوحدها في الامتحان. هنناقش دلوقتي سوبر انفكشن. قولوا لي يا جماعه احنا لسه الصفحه اللي قبلها واخدين السوبر انفكشن كايه؟ سايد افكت الانتي بايوتيك. يعني معنى كده اللي هيتسبب في ظاهره السوبر انفكشن ده هو استعمالي للانتي بايوتيك. فحبايبي بقى يطلعوا ورق الشرح، سيبوا الورقه دي دلوقتي وطلعوا الورقه اللي احنا كنا فيها. لو انتوا فهمتوها من الورق الشرح ده تقدروا تالفوا بلا اي صعوبه. بصوا لي على السبوره كده. ناخد مثل مشهور. قولوا لي في الماوس بتاعنا مش احنا قلنا عندنا فانجس اسمه كانديدا؟ صح؟ وحواليه عائلات كتيرة من البكتيريا الفلورا، صح؟ يبقى هنا في بكتيريا الفلورا. جميل؟ قولوا لي في الأحوال العادية الاتنين نازلين طحن في بعض ولا لا؟ ولا واحدة فيهم بتزيد. يحصل إيه بقى؟ كله يبص لي. أنا جالي باثوجينيك بكتيريا عملت لي انفكشن في اي مكان في جسمي. طب قولوا لي مش طبيعي ان انا اخد انتي بايوتيك؟ فعملت ايه؟ قمت واخد برود سبيكترم انتي بايوتيك. فكروني هو يعني ايه برود سبيكترم؟ يعني بيشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. شاطرين. انت كتبت العيان قلت له خد برود سبيكترم انتي بايوتيك عشان تعالج الباثوجينيك انفكشن. استعمله اسبوع. فجه العيان الظريف اللطيف عمل ايه؟ قال لك وليه اسبوع بس؟ الفلوس موجوده والصحه موجوده، انا هستعمله اسبوعين عشان اضمن البكتيريا دي ما تعتبش ناحيه الجسم. يعني الراجل من نفسه استعمل الانتي بايوتيك فتره اطول من اللازم. قولوا لي بقى واحده واحده، الانتي بايوتيك دي مش هتعالج لك الباثوجينيك بكتيريا؟ طبعا. في نفس الوقت هتموت الفلورا ولا لا؟ مش الفلورا دي بكتيريا؟ بصوا بقى، لو كل الفلورا ماتت مش هيهمك، لكن الكارثه
ان البكتيريا الفلورا بتموت، هي اللي بتموت بالانتي بايوتيك. ليه بقى؟ انتوا عارفين الكانديدا دي فانجس، فما ياثرش عليها الانتي بايوتيك العاديه. فايه اللي هيحصل بقى؟ البكتيريا الفلورا هتموت. كده بقى الكانديدا هل هتلاقي حد يمنعها؟ تبتدي بقى تكتر، يعني يحصل لها حاجه اسمها اوفر جروس، يعني بدل ما كانت لو نمبر تبقى هاي نمبر. قولوا لي بقى تقلب باثوجينيك ولا لا؟ تقوم عامله لك مرض في الماوس والفاجينا، هنعرف اسمه بعد شويه لما نقرا الورق الاصلي. طبعا واحد يقول لي يا دكتور انت ليه سميت الظاهره دي سوبر انفكشن؟ حاجه عبيط. قولوا لي هو مش انا جالي الاول انفكشن بالباثوجينيك وبعد كده جالي اون توب انفكشن بالفلورا؟ فكلمه سوبر انفكشن يعني انفكشن with flora on top of infection with pathogen. حملها لكم يبقى سوبر هنا معناها ايه؟ second infection. خلي بالك لما حدش يبص في الورق مثل تاني، عشان يجي يبص بقى في الورق عشان اللي ما فهمش المثل الاول ما يقسم الرحمة ربنا. بص عندنا يا حلوين عائلات فلورا محترمه في الانتستين اسمها anaerobic flora. انيروبيك دي يعني البكتيريا اللي ما بتحبش الاكسجين، وهناخد الانيروبيك فلورا دي في السيستماتيك في الترم الثاني. حلو. سي اي عندنا 10 عائلات انيروبيك مثلا، يعني فيهم عيله كارثه اسمها كولوستريديا ديفيسيل. احنا مسميينها ديفيسيل جايه من كلمه ديفيكولت، لان صعب قوي انها تموت باي انتي بايوتيك. يبقى انت عندك الكولوستريديا ديفيسيل وتسع عائلات انيروبيك فلورا جنبها. في الاحوال العاديه نازلين طحن في بعض وبالتالي ما انتش حاسس باي حاجه. حلو. قومي جالك انفكشن ما في جسمك بباثوجينيك بكتيريا، سيادتك خدت الدراج اللي اسمه كليندامايسين. حد فاكره؟ ده لسه ما وما بيردش بتاع الفيفتيس الصفحه اللي فاتت. خدت كليندامايسين وبرضه استعملته برولونجت. حد يقدر يقول لي بقى يحصل ايه؟ سيادتك هتخف صح؟ وفي نفس الوقت الكليندامايسين هيموت مين من دول؟ التسع عائلات التانيين. طب ليه الكولوستريديا ديفيسيل ما بتموتش؟ لانها ديفيسيل، احنا قلنا صعب جدا تموت، فدول ما بقوش موجودين. قولوا لي بقى دي ساعتها عددها يزيد ولا لا؟ يحصل لها حاجه اسمها اوفر جروس، تقوم عملالي برضو سوبر انفكشن مرض هناخده بعد شويه في الورقه. يبقى بصوا بقى في نفس الورقه انتوا عندكم اسهم، هختبر كده هتعرفوا تحطوا على الاسهم ايه. بصوا اول حاجه اول مثل بتاع الكانديدا ما انا هقوله، وبعد كده المثل الثاني تاخدوه هوم ورك في البيت. اول مثل بي اس اي، عارفين بي اس اي ده اللي هي ايه؟ برود سبيكتروم انتي بايوتيك اللي هو تحت الفلور. وده بيصحصح شويه انتوا كنتوا ايه؟ كنتوا كويسين، ايه اللي حصل؟ يبقى برود سبيكتروم انتي بايوتيك صح؟ ورق الشرح يا جماعه شايفين انا بقول ايه؟ اصل في معظم الاحوال بتطلع انت بتبص في حاجه ثانيه خالص، هو ده بيبقى السبب. طيب بصوا بقى تحت طالع سهمين، السهم اللي على يمينك اللي هي ايدك اللي بتاكل بيها مكتوب ايه؟ اذر فلورا ان ذا ماوس اند فاجينا. والسهم الشمال كانديدا. قولوا لي السهم بتاع الكانديدا نكتب عليه كل ولا نو افكت؟ نو افكت. مش هو الانتيبيوتيك ما بيأثرش على الكانديدا ولا لا يا جدعان؟ لانها فانجس يبقى نو افكت. السؤال الاصعب بقى، اما السهم اللي على اذر فلورا في الماوس والبشاير نكتب ايه؟ كل. بسم الله عليكم. الحاجه الثانيه بقى يبقى هنكتب كل. ولا حد فاهم اي حاجه اكتبه احنا، مش مشكله بس انا لسه طويل. طيب السهم المهم ده، في سهم من اذر فلورا داخل في الكانديدا صح؟ هخيركم اللي كنت المفروض انتوا تقولوا، هل نكتب عليه انهبيشن ولا نو مور انهبيشن؟ الله عليك بالظبط. يبقى نكتب عليه نو مور انهبيشن. هو ده ماتوا هيعملوا انهبيشن ازاي؟ يبقى نو مور انهبيشن. يحصل ايه بقى ساعتها؟ اوفر جروس للكانديدا تقوم عامله اس اي اللي هي سوبر انفكشن. المثل اللي تحت بقى تحلوه هوم ورك في البيت
وتشوف هتعرف تحط على الاسهم ولا مش هتعرف. والعمليه صعبه فعايز التركيز ده صح. ارجعوا لي بقى للورق الاصلي. لا في البيت الهوم ورك مش هنا. بتاع الكرسي ده في سي. ارجعوا بقى للورق الاصلي. يلا يا جدعان. قلنا ما حدش يحل الامتحان هنا لو سمحت. يلا بصوا في الامتحان. جالي بقى في الامتحان. يلا يا جماعه عشان ما كنا. جالي في الامتحان. سوبر انفكشن. بصوا في الورق. بقول لك ايه؟ الايتيولوجي. Prolonged use of broad spectrum antibiotic هيؤدي الى suppression of sensitive normal flora ويحصل overgrowth للفلورا الوحشه اللي هي ليها خاصيتين resistant للانتيبيوتيك وpotential pathogenic لانها لو كانت non pathogenic عمرها ما تعمل. طيب عندك بقى example من الفلورا اللي عملت الكلام ده. اول حاجه الكانديدا. ماشي الكانديدا ده بتعمل مرض هوريكم صورته ان شاء الله في الداتا شو اسمه اورال ثراش. انتوا عارفين ثراش يا جماعه يعني وايت ليجن في الماوس. اكتبوا كده ثراش معناه وهناخدها في اخر السنه حتى في الماوس. وايت باتشز ان ذا اورال كافيتي. وايت باتشز ان ذا اورال كافيتي. هوريكم صورته. وايت باتشز ان ذا اورال كافيتي. ركزوا بقى في الاكزامبل الثاني لانه مليان اسماء. دلوقتي كلوستريديا ديفيسيل لو حصل لها اوفر جروس بتعمل مرض اسمه سودو ميمبرينس كولايتس. هوريكم صوت ممكن ترصوني عشان انتوا محفظ الباثولوجي. انتوا عارفين يا حبايبي يعني ايه سودو ميمبرين؟ يعني يبقى الحاجه متغطيه بنيكروتيك تيشو على شكل ميمبرين بس هي مش ميمبرين يعني ممكن تنفصل بسهوله. هوريكم صوت. وطبعا الانفصال ده خطير جدا اللي بيعمل بليدنج لان هي بتبقى على بلاد فيسل فتعمل بليدنج. هتاخدوا الكلام ده في الباثولوجي. فالعيان اللي عنده سودو ميمبرينس كولايتس ده اللي هو سودو ميمبرين في الكولون بيعمل حاجه اسمها بيبقى يعاني من حاجه اسمها بلادي دايريا يعني بيعمل دايريا وفي نزيف وقد يؤدي الى الوفاه. ماشي وهوريكم صورته. يبقى عندك مرض اسمه سودو ميمبرينس كولايتس. نيجي بقى للاسم التاني بتاعه اللي وحش بيخدعني. ساعات اسمي المرض ده drug associated colitis. طبعا colitis معروفة. حد يقدر يقول لي من هو الدراج المقصود؟ كليندامايس. ده بالذات كليندامايس. مش احنا قلنا الكليندامايس هو اللي عمل حكاية السوبر انفكشن دي ولا لا؟ فدراج associated colitis ده الاسم التاني بتاع سودو ميمبرينس كولايتس. واكتب لي طلع سهم من كلمة دراج واكتب كليندامايس. ودي بقى هجيب لكم السؤال بتاعها في الامتحان اللي هعمله لكم. يجي كيس يقول لك ايه؟ واحد جاي لي في الهوسبيتال ببلادي دايريا وعنده هيستوري اوف انتيبيوتيك انتيك. تسمع كلمه هيستوري اوف انتيبيوتيك انتيك يبقى دي سوبر انفكشن على طول. يبقى ده بتاع السودو ميمبرينس. ماشي دي بنسميها ايه؟ ليدنج كويتش. هعلمكم الكلام ده ان شاء الله في حصه الامتحان. طيب كده يا حلوين. قبل بقى من ايه ما نعمل الصفحه بصوا في الورق كده. يبقى السوبر انفكشن دي بتتجاوب اخر السنه في سؤالين. يا اما سؤال صريح ديسكاس سوبر انفكشن يا اما سؤال ديسكاس هارمفول الافكت اوف فلو. فبيبقى السوبر انفكشن هو الافكت الثالث وتشرحه. حرف اي يعني اكسبلين. دايما لما بكتب لك حرف اي يعني اشرح. اللي عنده سؤال كان عنده سؤال حتى عنده سؤال حبس كل ده. طيب ايه لابس؟ ايوه سيدي اتفضل. حد سؤال؟ قولي لو الاميونيتي قلت مش الاميونيتي مطلوب منها انها تقلل العدد؟ هو العدد بيقل بحاجتين هما بيقللوا بعض والاميونيتي. فانت لو فقدت الاميونيتي برضه عددهم كلهم هيزيد المره دي. واخد بالك يعني كل عائلات الفروع هتزيد فالبوتنشال باثوجينيك فيهم هتعمل لك مرض. اوكي؟ طيب. الديفينيشن نسيت اعمله لكم. شاطر يا دكتور. مش انا قلت لكم لازم اعمل لكم الديفينيشن بتاع السوبر انفكشن؟ لو قلت لكم تشوفوا يعني ايه سوبر انفكشن؟ شاطر. اكتبوا. اي حد لاني نسيت اي حاجه في التمليه قول لي على طول. اكتب سوبر انفكشن معناها انفكشن. سوبر انفكشن معناها infection by flora
infection by flora on top of فوق on top of infection by pathogenic bacteria. يبقى infection by flora on top of infection by pathogenic bacteria. دكتور معلش كليندومايسن كليندومايسن مع الكانديدا ولا مع اللي هي لا مع السودوميمبرينوس كولايتس. الكانديدا في دراجز تانية بتعملها واخد بالك، بس دي معالجش في البكتيريا، هتاخدها في الفرد يعني مثلا فاكر الامبيسيلين والاموكسيسيلين يعملوها، بس احنا في البكتيريا بقى ما تطلبش منك خالص تشافه ولا اي حاجه. فالكليندومايسن بس مع الكلوسيديا ديفيسيل. ودي بكتيريا ولا فانجس؟ الكلوسيديا ديفيسيل بكتيريا، انيروبيك بكتيريا فلورا، انيروبيك بكتيريا فلورا. هناخدها ما تخافش، دي هناخدها. يلا يا حلوين اقلبوا بقى، دي اسهل صفحه النهارده. بما اننا خدنا الفلورا عندنا بقى عنوان ظريف اسمه ايه؟ تايبس اوف ريليشن شيب بتوين مايكروبز اند هوست. يعني ببساطه كده الميكروب لما يدخل في جسم حضرتك ايه العلاقه اللي بيعملها مع جسم حضرتك؟ احنا عندنا ثلاث علاقات، الترجمه بتاعتهم هتغنينا. اول علاقه، الاول في الثلاث علاقات، تفتكروا الميكروب هيستفيد ولا لا؟ هو داخل يتشمس في جسمك واكيد هيستفيد. يعني بصوا النبي يا جماعه ركزوا، انتوا كنتوا كويسين. يبقى في الثلاث علاقات من غير ما افكر، عشان كده انا فاتح لكم ايه الخانه على الثلاثه، لازم الميكروب بيستفيد، بياخد الاكل والانرجي وكده. لكن المشكله بقى فيك انت بيحصل لك ايه؟ فبص من الترجمه، اول علاقه اسمها ميتوال ريليشن شيب. عارفين يعني ايه ميتوال؟ تبادل منفعه. تبادل منفعه. ها يبقى لو انتوا بصيتوا في الهوست بقى، هنا الراجل هيستفيد ولا لا؟ طبعا. وصلنا احنا لسه واخدين البينيفيشال افكت بتاعت الفلورا، وعندنا بقى زي ما خدته في البايو، في فلورا في اللارج انتستين بتطلع لك فيتامين زي فيتامين كي وفيتامين بي كومبلكس، فكده في تبادل منفعه. جميل. طيب العلاقه الثانيه اسمها كومنسال ريليشن شيب. كومنسال بالعربي تعايش، علاقه تعايش. واضحة. هنا حضرتك لا تستفيد ولا تنضر. يبقى هي البكتيريا بتستفيد لكن انت لا بتستفيد ولا بتنضر. والاكزامبل بعض الفلورا اللي في السكين. بعض الفلورا اللي في السكين لا بتفيدك ولا بتضر. طب العلاقة الثالثة واضحة. العلاقة اللي اسمها بارازيتيك. طبعا عارفين بارازيتيك يعني ايه بالعربي؟ طفيلية. ها تتوقع سيادتك هتنضر ولا لا؟ طبعا. واكتر بكتيريا بقى بتضرك هي مين؟ الباثوجينيك ولا الفلورا؟ الباثوجينيك. بص الفلورا ممكن تضرك لكن في كونديشن معين، لكن الباثوجينيك هي اللي بتضرك، وبالتالي يبقى الاكزامبل باثوجينيك. ها سهل ولا لا الجدول ده؟ يبقى انت في الام سي كيو لما يجي لك السؤال في الحته دي ما تبصش على البكتيريا، كده كده البكتيريا مستفيده، انت بص على الهوست حصل له ايه. طيب نيجي بقى للعنوان اللي بعد كده. ده اخر عنوان اسمه بالمرة، لان كله ايه مفوت على كله. عندنا بقى حاجة اسمها Principles of Infection and Infectious Disease، مبادئ العدوى. كله برضه مرتبط باللي احنا قلناه. اول item اسمه Steps of Infection، يعني لما بكتيريا تدخل جسم عشان تتوغل فيه ايه الخطوات؟ اول خطوة بتعملها اي بكتيريا سواء فلورا باثوجينيك، خطوة اسمها كولونايزيشن. تعرفين كولونايزيشن؟ يعني تستعمل جسمك. يعني ايه بقى كولونايزيشن؟ يعني بص كده ادي الميكوزا، تيجي البكتيريا تقوم لازقة على سطح الخلايا وتبتدي تعمل مالتيبليكيشن، على شرط ما تعملش انفيجن. يبقى كلمة كولونايزيشن يعني لسه ما عملتش انفيجن. قولوا لي بقى لو انتوا جدعان، مين البكتيريا اللي بتكتفي بخطوة الكولونايزيشن؟ الفلورا. الله ينور عليك. مش الفلورا في الأحوال العادية احنا قايلينها ما بتعملش انفيجن ولا لأ؟
يبقى اشهر بكتيريا اللي بتكتفي بالكولونايزيشن هي جميل. الخطوه الثانيه بقى افرض انا باثوجينيك. طبعا ما دام انا باثوجينيك يبقى مش بس هعمل كولونايزيشن، لازم اعمل انفيجن. يبقى كلمه انفكشن معناها ان انا توغلت وعملت انفيجن. هو ده الفرق بين كولونايزيشن وانفيجن، كلمه انفيجن. طب السؤال بقى يا جماعه وده مهم، هل متى دخلت الخليه وابتديت التكاثر لازم اعمل ديزيز؟ طبعا لا، هو مش ربنا خلق لنا اميونيتي اللي هنبتديها بعد عيد ان شاء الله؟ فبص بقى، والله لو الاميونيتي عملت اوفر كومينج للاورجانيزم ما حد فيهم مني يا جماعه. المهم عايزين نوطي صوتنا بقى عشان نستغل الشعرين. لو الاميونيتي تغلبت على الفلورا مش هشعر باي مرض، بيحصل لي حاجه اسمها ان ابيرنت او سب كلينيكال انفكشن. انتوا عارفين سب كلينيكال يعني لم تظهر كلينيكال بيكتشر. يبقى هنا مين اللي تغلب على الاورجانيزم؟ الاميونيتي. اكتبوها لو سمحت. يبقى انت عندك السهم اللي على الشمال في سهمين اتنين صح من الانفكشن او الديزيز، سهم اللي على الشمال نو ديزيز، تحتيها ان ابيرنت او سب كلينيكال. ليه بقى؟ اكتبوا the organism is overcome by immunity، يعني تغلبت عليه الاميون. The organism is overcome by immunity. طيب الحاجة التانية بقى، افرض العكس، الاورجانيزم هو اللي تغلب على الاميونيتي، ساعتها يحصل ديزيز. جميل، يبقى احنا كده عرفنا الستيبس اوف انفكشن، ابتدي بكولونايزيشن ولو انا باثوجينيك اكمل واعمل ايه؟ انفكشن. لكن الانفكشن مش دايما بيديك ديزيز. اللي جاي بقى عبيط، ركزوا معايا. تايبس اوف باثوجين يعني ايه؟ انواع البكتيريا اللي بتعمل لك امراض. باثوجين يعني اللي بتعمل امراض. بصوا اول نوع من البكتيريا اسمه برايمري باثوجين. انتوا عارفين يا حبايبي يعني ايه برايمري باثوجين؟ يعني ده لو دخل جسمك 99% هيعمل ديزيز. نتوقع عليه يا جماعه، افتكروا الفيرولانس فاكتور بتاعته ايه؟ عاليه جدا. العالم دي مفتريه، يعني عندها هاي فيرولانس فاكتور، وعشان كده لما بتدخل الجسم غالبا بتتغلب على الاميونيتي وغالبا بتعمل لك ديزيز. وعندنا اكزامبل بقى البلاوي السودا هناخدها. الكتاب هنا كاتب ايه؟ ديفتيريا، تي بي، باسيلاي، كل دول اسمهم برايمري باثوجين. واكتبوا جنبيهم هاي فيرولنس. هاي فيرولنس يبقى ده اول نوع. النوع الثاني بقى قلناه اسمه اوبورتيونست. فاكرين يعني ايه اوبورتيونست؟ انتهاز، يعني لازم عدده يزيد عشان يعمل لك مرض. وده اكزامبل مين؟ الفلورا. طب سؤال عبيط، هما اشمعنى الفلورا لازم عددهم يزيد عشان يعملوا مرض؟ عشان هما لو فيرولنس. مش احنا لسه متبين لهم لو فيرولنس ولا لا؟ فاكتب لي جنب كلمه اوبورتيونستك لو فيرولنس. ولو انتوا فهمتوا بقى اللقطه دي، العنوان اللي جاي عبيط، العنوان اللي جاي بيقول لك بقى اخر عنوان هنقوله Factors affecting host-parasite relationship. طبعا قولوا لي يا جماعة، دخل الميكروب هتقوم معركة كبرى بين حاجتين، الاميونيتي بتاعت حضرتك صح اللي هي الهوست فاكتور، وهناخد الاميونيتي، والميكروبيال فاكتور. قولوا لي يا جماعة ما المقصود هنا بالميكروبيال فاكتور؟ صح صح الفيرولنس فاكتور. وعشان كده بقى سؤال عبيط، هو في علاقة بين الباثوجينيسيتي بتاعت الاورجانيزم والفيرولنس بتاعته؟ طبعا، ده هو بيقول لك الفيرولنس هي الديجري اوف باثوجينيسيتي. يعني ايه؟ بصولي كده، لو انا هايلي فيرولنت ابقى هايلي باثوجينيك ولا لا؟ وعشان كده اعمل مرض وانا حتى اللو نمبر ولا لا؟ وادوني اكزامبل، برايمري باثوجين ولا فلورا؟ برايمري باثوجين. طب العكس،
لو انا لو فيروس ابقى لو باثوجينيسيتي ولا لا؟ وبالتالي عشان اعمل مرض لازم عددي يبقى ايه؟ عايز ادوني اكزامبل. شفتوا عمليه عبيطه ازاي؟ هبليكوا بقى حكايه العدد دي في ظهر الصفحه عشان الام سي كيو. يبقى تفسير الفيرولنس از ذا ديجري اوف باثوجينيسيتي، حاجه هبل عبلها في ظهر الصفحه عشان الام سي كيو. حكايه يعني ايه فيرولنس ديجري اوف باثوجينيسيتي؟ اكتب هاي فيرولنس اورجانيزم او هايلي فيرولنت اورجانيزم، اي حاجه هاي فيرولنس اورجانيزم. cause disease in low number يعني هما in low number ممكن يعملوا disease. ها والاكزامبل ايه؟ اكزامبل primary pathogen. الاكزامبل primary pathogen اللي تحتها بقى المفروض انتوا تكتبوها. نبتدي بكلمة low virulence organism. ها انا بكلم نفسي اساسا low virulence organism cause disease. ها in high ولا low number؟ ايه ممكن ايه؟ in high number. يبقى cause disease in high number. example ايه حلوين؟ فلور. example فلور. شايفين كل الصفحتين مرتبطين ببعض. يبقى احنا كده بحمد الله تعالى وتوفيقه خلصنا الثلاث صفحات. يبقى قولولي بقى لا لسه مش هيك مش دلوقتي الا ربع بالظبط. لا لسه عشان بعد البريك يبقى حاجه بسيطه. دكتور مش احنا كده هناخده شفته بس مفيش هوا. لا اه والله التكييف ده مش شغال لسه. لا انا حاسس بهوا كويس قوي. لكن التكييف ده مش شغال. طب افتح يا دكتور. لا ما نقدرش نوقف دلوقتي يا جماعه. انا عايز بعد البريك يبقى حاجه بسيطه. معلش افتح الباب يا احمد. هو دخل قفل. قول لحماده مفيش هوا. معرفش فصل ولا حصل ايه. طب ما تقولوا يا جماعه وانتوا قاعدين في العذاب ده من اول الحصه ليه؟ ما تقولوا حاجه وانا يا جماعه يعني افرضوا فطستوا مني ولا حاجه. ماشي ما تقول. انا معلش ما عشان حاطط لي مروحه مش حاسس بمعاناه الجماهير كده. ان شاء الله ربع ساعه شرش وربع ساعه كده حاسس بمعاناه الجماهير. بقول لك يلا يا حبايبي طلعوا بقى المذكره الجديده. احنا فاضل لنا في المذكره شوفوا عشان تعرفوا اللي بيأخر الحصه الطلبه مش الدكتور. انتوا عشان قاعدين يا مركزين يا مدينه الله اعلم بس هادين وشطار وبتجاوبوا عليا. احنا دلوقتي بالظبط فات من الحصه ساعه وخمس دقائق. الساعه وخمس دقائق دول مع اللي قبليكوا ما كناش لسه خلصنا الصفحه دي. انتوا كنا فوق عشرة واخدين بالكم معايا. فحكايه ان انتوا قاعدين لاجلين دي حاجه قشطه يعني. اه والله الولد اللي غلطان بقول لكم انتبهوا. لا لا ده غلطان. ناموا بس عليكم منور. خليهم يعملوا لكم منور في الشاي والمزيكا. يلا بصوا يا حبيبي احنا النهارده فاضل لنا ايه بقى؟ يلا يا حلوين يلا فاضل لنا هناخد البكتيريا الكروموسوم. انتوا فاكرين البكتيريا الكروموسوم هو اخر بيزك استراكشر عندنا. وبعد كده ناخد الميوتيشن اللي بتحصل فيه
وكل شويه عمال اقول لك ميوتيشن. طب عايزين نفهم يعني ايه ميوتيشن. واخر حاجه هناخدها الانتي بايوتكس اللي بتاثر عليك. هما الصفحتين دول. يلا بصوا، اول حاجه بقى الكروموسوم. عايز حبايبي يطلعوا الورق الملون قدامهم. يعني اي حاجه بقولها على السبوره هتلاقي الايكويفالنت بتاعها في الورق عندك. ربنا يخليك. بص دلوقتي مهم جدا دي هشوفها في الامتحان اللي هعمله لكم. مش بتاخدوا نعم تقعد تحسس عليه كده وخلاص. ايوه عايز اه بالظبط. انا بقول لكم هنعمل كده احنا صغيرين يعني بنحسس عليه. لكن تبص فيه ايه ما فيش. بص يلا حبايب. بص يلا اول حاجه عندنا في الصفحه دي ثلاثة ايتم على الكروموسوم. اثنين يجوا في الام سي كيو وواحد بيجي في الويتر. اللي بيجي في الام سي كيو فقط اللي هو ايه؟ اجي اقول لك الاستراكشر بتاع الكروموسوم والفانكشن. كل واحد يطلع ورقه. اللي بقى بيجي في الويتر الريبليكيشن. طيب سهلة. أول حاجة قولوا لي البكتيريا عندها كام كروموسوم؟ واحد. اشمعنى؟ اخصى عليك لانها بروكاريوت. انا حسبتكم ولا ايه؟ هو يعني ايه كلمه بروكاريوت؟ يعني سنجل كروموسوم وما عنديش نيوكليير من بين، صح؟ يبقى البكتيريا كده. اه دي بقى اول معلومه هتلاقوها مرسومه. الكروموسوم بتاع البكتيريا سيركولار. هو دبل ستراند دي ان ايه وسيركولار. عكس الكروموسوم بتاعنا بيبقى لينير مرسوم جنبيه. لكن الكروموسوم بتاع البكتيريا سيركل. حاجه كمان مهم، لازم الكروموسوم بتاع البكتيريا يبقى سوبر كولد. واجي اسالك ليه في الشباب قولوا لي يا جماعه يعني ايه سوبر كولد؟ يعني لافف حوالين لافف نفسه كتير. ايه بقى بصوا لي كده، لو انا فردت الكروموسوم بتاع البكتيريا بيبقى طوله 1 ملم. حلو. بينما الدايمتر بتاع البكتيريا بيقاس بالمايكرون. قولوا لي هو مين الاكتر، المليمتر ولا المايكرون؟ المليمتر. يبقى ازاي احشر مليمتر في مايكرون؟ لازم يبقى سوبر كولد. يبقى اكتبوا بقى سبب السوبر كولد ايه بالرصاص. اتس لينث. اتس دي عايده على الكروموسوم تحت كلمه سوبر كولد. اتس لينث از مور ذان ذا دايمتر اوف بكتيريا. Its length is more than the diameter of bacteria. Its length is more than the diameter of bacteria. طيب بصوا على آخر سهم. أنا الأول هقول الحاجات بتاعت البكتيريا وبعدين أقول لكم الحاجات بتاعت البايو بقى اللي هي في النص. بصوا بقى قولوا لي أنا عايز أقارن هنا بين الكروموسوم بتاع البكتيريا والنيوكليوس بتاعت اي كائن ايوكاريوت. قولوا لي هل الكروموسوم بتاع البكتيريا حوالين نيوكليير ميمبرين؟ طبعا لا، عكسنا احنا. طيب ما عندوش حاجه اسمها نيوكليولوس، اكيد سمعتوا عنها. طيب ما عندوش حاجه اسمها هيستون. عارفين يعني ايه هيستون؟ اللي هي النيوكليير بروتين. البكتيريا ما عندهاش. وما عندوش حاجه اسمها مايتوتيك اباريتس. يا جماعه بطلوا كلام، احنا قلنا خليكوا هاديين. انتوا عارفين يا جماعه في حاجه اسمها مايتوتيك سبيندل اللي هي بتعمل مايتوسس. هنا ما بينقسمش باي مايتوس، وبالتالي ما عندوش كل الكلام. يبقى انا كبكتيريا يهمني اول ايتم على الشمال او التلاته ايتم واخر ايتم. اللي في النص بقى ده باي. الكتاب كاتبه ليه؟ عشان تفهم الميوتيشن. فبصوا بقى انا جايب لكم رسومات باللي انا هقوله، لكن المفروض المعلومات دي كلها قديمه. قولوا لي انتوا عارفين الدي ان ايه سنجل ولا دبل ستراند؟ دبل ستراند. طب التو ستراند المفروض يبقوا ايدنتيكال لبعض ولا كومبلمنتري لبعض؟ فاكرين من الباي يعني ايه كومبلمنتري؟ يعني لو انا هنا عندي ادينين يبقى قصادي سايمين. كام هيدروجين بوند؟ اثنين. ولو انا عندي هنا سيتوزين يبقى قصادي جوانين. كام هيدروجين بوند؟ ثلاثه. حته باي وانا اجيب لك رسم حاجه كمان بقى. قولوا لي مش احنا عندنا في حاجة اسمها جينيتك كود اللي هي الشفرة الوراثية، ودي بتحدد حاجة اسمها جين. فنيجي نراجع مع بعض في عديم البايو. قولوا لي ده مش بايو اساسا يعني يا ثانوية عامة حتى. دلوقتي يا حلويني
لو ده الدي ان ايه، مش الدي ان ايه بيبقى عليه نيوكليوتايد ولا لا؟ ادي دي صار الكلام. طيب مش الدي ان ايه بيطلع منه ميسنجر ار ان ايه؟ طب عليه نيوكليوتايد. طب ما هو الجينيتك كود؟ ببساطه ان كل 3 نيوكليوتايد بيروحوا يبقوا ترانسليتد لوان امينو اسيد في الريبوزوم، عشان عندنا حاجه اسمها كودون يا جدعان. وبروح يبقى في حاجه اسمها انتي كودون في الريبوزوم. يبقى الشفره الوراثيه عباره عن ايه؟ كل 3 نيوكليوتايد بيبقوا يدوك وان امينو اسيد، دي اسمها الشفره الوراثيه اللي هو جينيتك كود. طب قولوا لي بقى، مش انا هفضل المسج اي ده بيترجم في الريبوزوم لغايه ما اعمل بولي بيبتايد؟ طب السؤال ده، النيوكليوتايد سيكونس اللي هي كودنج فور بولي بيبتايد كلها، النيوكليوتايد سيكونس اسمها ايه؟ جين. لا حول الله. دبلوم تجاره واللي فيك دو... ايوه يا دكتور. هنا ايه؟ مفيش تكييف هنا؟ عايزين تقفلوه؟ مش عارفين. طب وانتوا كويسين؟ طب ما امبادي يا ابني. طب معلش احنا بتعبك يا دكتور. حاضر حاضر. يخرب بيت العيط. هوا حد يطول الهوا والبرد. اللي لابس دفع بتاع يدفي. والبسوا مقروفه ورا بعض. ورا التكييف بتاع الورا اتحول ودوا حدو. حته منك قريبه ما نقدر. يلا بقى خلاص يلا يا حبيبي. وانا برضه قدرت. خلاص خلاص يا ابني. بص يا عزي مثلا لابس قولولي اكتب ولا معرفش ما مع يا ابني اقول الكلام والله اقول الجنادين يا عمرو. لا اقول لي لا اسمك يا دكتور عز. عز انت بتقول عز ايه؟ ما تشوفش. بص خلاص بص، ما هو الجين ديفينيشن؟ هو نيوكليوتايد سيكونس اللي هي كودنج فور وان بروبرتي. قولوا لي يا جماعه، مش اي صفه وراثيه خلقها ربنا يبقى نتيجه جين ولا لا؟ لون العينين، لون الشعر، الغباء، والذكاء برضه، وحياتك كله. المهم هتشوف هتشوف هتكتشف بعد 3 سنين انه جين. المهم وانت في سته ان شاء الله. خلاص يا ابني يخرب بيتك. انا متاسف. بص يبقى انا كده بالبلدي وكله مرسوم عندكم. يهمني في الام سي كيو بتاع البكتيريا اول حاجه واخر حاجه. في النص احنا شرحناه والكتاب قاله عشان لما نيجي ناخد الميتيشن بعد البريك ان شاء الله، او ممكن اخدها قبل البريك كمان. احنا ماشيين بسرعه. نيجي لاهم حاجه، الفانكشن والريبليكيشن. بص الكروموزوم عليه الاسينشال جينز بتوع البكتيريا، يعني اي جين حياه او موت للبكتيريا لازم يبقى على الكروموزوم. واحد يقول يا دكتور هو في البكتيريا حاجه اسمها نون اسينشال جين؟ دي بتبقى موجوده على البلازمت، وهناخدها الحصه اللي بعد كده ان شاء الله. مش احنا عارفين حاجه اسمها بلازمت؟ البلازمت بيبقى دايما عليه نون اسينشال جين، لكن الجين الاسينشال على الكروموزوم. لغايه كده خلص الام سي كيو. يجي بقى سؤال بيجي في الريتم، طريقه انقسام البكتيريا. البكتيريا بتنقسم بطريقه اسمها سمبل باينري فيشن. بالعربي اكتبوا السمبل باينري فيشن، معناه انقسام ثنائي بسيط. ده ابسط شكل في الايه في التكاثر خلقه ربنا. انقسام ثنائي بسيط سمبل باينري فيشن، يعني انقسام ثنائي بسيط. طيب ليها اسم تاني برضه تحفظ الصم كله يبص لي. ساعات اقول عليها سيمي كونسرفاتيف ريبليكيشن، وهنعرف ايه بعد شويه. ممكن بقى تبصوا لي على السبوره، انا جايب لكم رسمتين حلوين للريبليكيشن تحت خالص، واخدين بالكم؟ بس انا برضو هقول اول واحده على السبوره دلوقتي يا حلوين، وركزوا معايا عشان ما ايه ما ناخدش وقت كتير. مش احنا اتفقنا البكتيريا عندها سنجل كروموزوم؟ دبل ستراند. انا الهدف بتاعي ايه عشان تبقوا عارفين؟ عايز اعمل 2 دوتر سيل. حلو؟ من البيرنت سيل على شرط يطلعوا ايدنتيكال لبعض، شبه بعض بالملي، ويطلعوا ايدنتيكال للبيرنت كمان. حلو؟ بصوا بقى بيحصل ايه؟ اول خطوه التو ستراند ينفصلوا عن بعض، عشان كل واحده هتروح في دوتر. يبقى قولوا لي بقى كل دوتر
خدت كام في المية من الكروموسوم بتاع الكريون؟ 5%. عشان كده بنقول على الطريقة دي سيمي كونسيرف. تعرفين سيمي يعني ايه؟ نص، وكونسيرفاتيف محافظ. فاكتبوا بقى احنا ليه سميناها سيمي كونسيرف بسرعة كده. عملية هبلة جدا. طلعوا سامي من سيمي كونسيرفاتيف واكتبوا اتش دوتر سيل. اتش دوتر سيل ريسيفز 50% 50% of the parent chromosome. 50% of the parent chromosome. طيب كل بوصل هيحصل ايه بعد كده؟ كل ستراند من دول هتمسك في حاجة اسمها سبتة الميزوزوم. هل تذكرونها؟ كله فتح بوك. فاكين هي الميزوزوم؟ مش السيل ممبرين كان فيه انفاجينيشن وقلنا ان السبتة الميزوزوم دي ربنا خلقها عشان يحصل فيها اتاتشمنت في بداية السبتفيشن. فكل واحدة تمسك في سبتة الميزوزوم. جميل؟ يجي بعد كده بقى البكتيريا عندها دي ان ايه بوليميريز. حلو؟ بصوا بقى يحصل ايه. يبتدي البوليميريز يعمل في الاستراند دي كومبليمنتري استراند. قولوا لي بسمتكم السرقه الجديده دي مش هي هي دي؟ مش دي كانت كومبليمنتري دي ولا لا؟ يبقى السرقه دي شبه دي بالظبط والعكس صحيح. حاجة على الاستراند دي والبوليميريز يعمل كومبليمنتري زرقة. قولولي مش دي شبه الحمرة دي ولا لا؟ يعني قولولي بقى يا جماعة في الاخر مش التو كروموسوم طالعين ايدنتيكال لبعض ولا لا؟ وفي نفس الوقت ايدنتيكال للبيرنت صح ولا مش صح؟ فده المقصود بكلمة تو دوتر ايدنتيكال سيل اند ايدنتيكال تو ذا بيرنت كروموسوم. فبصوا بقى اخر سطر في الصفحة مكتوب بسوري مش في الصفحة في الابليكيشن فوق الميوتيشن على طول مكتوب the two daughter cells are identical لبعض صح؟ كملوا كلمة بقى بين قوسين and identical to the parent and identical to the parent. اخر سطر بقى بعدين هناخد البيت. بصوا في نص الابليكيشن كده بيقول لك ايه حصل حاجة اسمها inward growth of cell membrane و cell wall فاتقسم البروتوبلازم ل 2 equal part. ايه رأيكم نشوف صورتها على طول؟ بصوا بقى في الورق الملون الصورة اللي على اليمين. دكتور فرد ايه عن مايتوزيس؟ نعم فرد ايه عن مايتوزيس؟ لا المايتوزيس بيبقى في بقى كلام اكتر واخد بالك يعني في الهستولوجي بقى في كلام اكتر اكيد في عمليه معقده ماشي ده ده فيري سمبل ماشي مش حاجه اسمها اوكازاكي فراجمنت والحاجات زي كده ده المايتوزيس تو كومبلكس. بص وصل هنا في حاجه اسمها ليدنج ستراند ولاجنج ستراند واخد بالك والاثنين بيتموا جنب بعض لا في فروقات في المايتوزيس لا في فروقات. طيب بص اخر حاجه ممكن تبصوا على الرسمه اللي على اليمين ثالث رسمه دلوقتي انتوا ملاحظين ايه السيل ممبرين والسيل وول عملوا حاجة اسمها inward growth عشان في الاخر يفصلولي البروتوبلازم عن بعض بحيث في الاخر بقى عندك two identical cells. جميل يا حبيبي سبعة بالظبط تقول الساعة سبعة الا ربع سبعة بالظبط يا جماعة. الفلورا بكتيريا وفنجار يعني الكانديدا دي فلورا مع انها فنجس. فاهمين يا جماعه كلمه فلورا مش يعني بكتيريا فقط لا في فنجاي فلورا. انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا؟ الله اعلم ما عليك ما عليك. فيا حبايبي كلمه فلورا تشمل بكتيريا وتشمل فنجار. يلا بصوا بقى فاضل لنا الميوتيشن وفاضل لنا الانتي بايوتكس انهيبيتنج نيوكليك اسيد. يلا
ارجعوا لي بقى للورق الميتيشن. اجي اقول لك ديسكاس ميتيشن. تلات عناوين سهلين هو عنوان اللي صعب عايز تفكير. اول حاجه الديفينيشن. لا خلاص يا حبيبي عشان نخلص بسرعه. الميتيشن معناها تشينج في النيوكليوتايد سيكونس. ها قولوا لي يا حبايبي لما نغير النيوكليوتايد سيكونس فاكرين النيوكليوتايد سيكونس هيتغير الجينيتك كود ولا لا؟ وما دام اتغير الجينيتك كود يبقى البروبرتي بتتغير، يبقى ده الديفينيشن. طيب الاوريجين هو ازاي بيحصل ميوتيشن في البكتيريا؟ في نوعين، حاجه اسمها سبونتينيوس ميوتيشن. يعني ايه يا حبايبي سبونتينيوس؟ من غير تدخل البني ادم البكتيريا وهي بتنقسم يحصل حاجه اسمها ريبليكيشن ايرور، يعني خطا اثناء الانقسام، وهتشوف اشكال الاخطاء دي بعد شويه. طب اجي اسالك اقول لك هو يا ابني السبونتينيوس ميوتيشن ده كومن في البكتيريا ولا رير؟ تكتبه على السبونتينيوس ميوتيشن بالرصاص رير، ده مش كومن. ده ميوتيشن سهل قوي. نخش بقى على النوع الثاني من الميوتيشن. النوع الثاني من الميوتيشن اسمه انديوست. بصوا بقى يعني ايه انديوست. اكيد البكتيريا عندي في المعمل وصلت عليها حاجات تعمل لها ميوتيشن. الحاجات اللي بتعمل ميوتيشن للبكتيريا بقسمينها فيزيكال وكيميكال. حفظها سهل قوي. الفيزيكال عباره عن ايه؟ الاشعه. اي اشعه بتعمل ميوتيشن في البكتيريا، الترا فايلوت، جاما راي، اكس راي، كل ده بيعمل ميوتيشن في البكتيريا. بعد كده بقى في مواد كيميكال، هتاخدوا المواد دي في الباثولوجي. عندنا عيله اسمها الكايليتنج ايجنت، هتاخدوها في الفارما كمان. وبعدين عيله اسمها نيتروزو سبستنس فيها نيتروس جروب، كل دول بيعملوا ميوتيشن. طيب الايتم التالت بقى سهل قوي برضه. طب انا ليه بجيب البكتيريا عندي في المعمل واعمل لها انديوست ميوتيشن؟ احنا بنعمل انديوست ميوتيشن في المعمل اللي هو الميديكال امبورت لغرضين اتنين. اول حاجه عشان اطلع انتيبيوتيك اكتر. قولوا لي بقى سهله، احنا مش خدنا ان في بكتيريا بتطلع انتيبيوتيك ولا لا؟ وفي فانجس، فانا بجيبها اعمل ميوتيشن في الجينات بتاعتها بحيث اخليها تطلع انتيبيوتيك اكتر. بس كلمه بضغطها. تاني حاجه بقى هناخدها في الاميونتي، ممكن استخدم الميوتيشن عشان اعمل فاكسين. قولوا لي يا حبايبي هو يعني ايه فاكسين بالعربي؟ تطعيم. مصل او تطعيم. اذا بتقولوا باللغه العربيه الفصحى يخرب كده. واحد قاعد في الايه في المجمع اللغوي. ما علينا. بص ما معنى المصل ده؟ بصوا معايا، بجيب اورجانيزم اعمل فيه ميوتيشن بحيث احوله لو فيرولنس. فاكرين يعني ايه لو فيرولنس؟ يعني عوامل القوه بتاعته شبه معدومه، واقوم حقنه في جسمك. قولوا لي بقى هل ده هيعمل لك ديزيز؟ نيفر. بس بيعمل استيميوليشن للاميونيتي. انتوا عارفين يا جماعه فكره الفاكسين كلمه واحده، اديك حاجه ما تعملكش ديزيز لكن تنشط المناعه زي ما هنقول في ديزيز. يبقى اكتبوا بقى الفاكسين يعني ايه هنا لغايه ما ناخد. انت ليه النو فيرولنس ده عملت منه فاكسين؟ طلع سهم من كلمه فاكسين واكتب stimulates the immune response stimulates the immune response without causing disease. stimulates the immune response without causing disease. طيب اخر حته بقى ودي اكتر حته بتسال في الام سي كيو، انواع الميوتيشن. بصوا لي الاول هقولها من الورق نفسه وجايب لكم رسمه بتنطق مش عايز اشرح. انواع الميوتيشن عندنا نوعين، كله باصص لي على الصبور. في نوع اسمه سنجل بيس او بوينت ميوتيشن. من اسمه سنجل بيس يعني ايه؟ يعني اتغير وان نيوكليوتايد، يعني يستبدل نيوكليوتايد بنيوكليوتايد اخر زي ما هنشوف في الايه في الرسمه.
النوع التاني بقى التغير هنا جامد قوي، اسمه فريم شيفت ميوتيشن. يعني ايه فريم شيفت؟ يتزود نيوكليوتايد حاجه اسمها انسيرشن، يتشيل نيوكليوتايد حاجه اسمها ديليشن. في الحالتين دول انت بتغير الجينيتك كود كله، ما بيبقاش تغير بسيط. ايه رايكم بقى عشان دي بتتسال بالهبل في الام سي كيو؟ طلعوا لي الرسمه الملونه لو سمحتوا، صفحه دي الرسمه نفسه مش محتاج. يلا ركزوا معايا، معلش اسمك قربوا يا بص يا حلوين اللي فوق يا جدعان خلينا نخلص. بص ليه؟ بص دلوقتي واحده نايمه وقعت عادي عادي يا حبيبي. يلا بص دلوقتي احنا عندنا اول يسمع الشمال ايه الدي ان ايه النورمال اللي هي بتشتغل كتمبلت اللي هي ايه ايه مش عارف ايه، وبعدين طلع ميسنجر ار ان ايه كذا، وانتوا عارفين فاكرين كل ثلاثة نيوكليوتايد بيترجموا ل1 امينو اسيد، فحتى جايب لك الامينو اسيد دول. جمال جميل. اول حاجه بقى يحصل تشينج، الحاجه اسمها سايلنت ميوتيشن، يحصل تشينج في 1 نيوكليوتايد تستبدل. يعني فوق في الدي ان ايه ثالث واحده كانت ايه، جه مكانها جي. طبعا الجي دي جه مكانها في الار ان ايه سي. بصوا بقى، مع اننا غيرنا 1 نيوكليوتايد الامينو اسيد لم يتغير، اللي هو الفينايل الانين. فاكرين ليه في البايو احنا عندنا كام امينو اسيد ربنا خلقه؟ 20. وكام كودون؟ 63 او 64. يعني ممكن يبقى 1 امينو اسيد كودد باي كذا كودون ولا لا؟ فانت بالصدفه الكودون الجديد بيعمل نفس الامينو اسيد، يبقى لم يتغير شيء، حاجه اسمها سايلنت ميوتيشن، حاجه هبله قوي. طيب بصوا اللي تحتها بقى، التغير حصل يمين شويه، جالك سي جديده فقصادها جي جديده، المره دي بقى الامينو اسيد اتغير، بدل ما كان رقم ثلاثه فوق الانين بقى جلايسين، يبقى كده امينو اسيد واحد اتغير، ده اسمه ميس سينس ميوتيشن. طيب بصوا بقى فوق على اليمين، نمبر سي اللي هي نونسنس، حاجه عبيطه. التي اللي دخلت اللي هي متظلله لما عملت ايه؟ الكودون ده اسمه ستوبج كودون، فاكرينه؟ يعني يوقف البوليبيبتايد تشين، فالبوليبيبتايد تشين وقفت عند هانز، ده اللي اسمه نونسنس. بيقولوا لي بقى على الغالب السنجل بيس ميوتيشن قد يؤدي الى كام حاجه؟ ثلاثه. لو ما غيرتش حاجه سايلنت، لو غيرت 1 امينو اسيد ميسنس، لو انا وقفت البوليبيبتايد نونس. بصوا بقى اللي تحت هبله، عندنا نوعين من فريم شيفت. نمبر دي فريم شيفت انسيرشن، عباره عن ايه بقى؟ دخلنا تي جديده ما كانتش موجوده، ده اسمه انسيرشن. خدت بالك بقى ايه اللي حصل؟ شفتت الجينيتك كود كله، هتلاقي جميع الامينو اسيد اتلونت يعني اتغيرت. ونفس الحكايه الرسمه اللي تحتها العكس، شلت التي اللي هي ديليشن، برضه لما اشيل التي برضه بيحصل شفتات، فده اسمه فريم شيفت ميوتيشن. يبقى قولوا لي بقى الفريم شيفت ميوتيشن قد ينتج عن ايه وقد ينتج عن ايه؟ يا اما انسيرشن يا اما ديليشن. سهله ولا لا؟ الرسمه نفسها بتبقى حلو. يبقى احنا كده خلصنا الماتش. اقلبوا لي بقى اخر صفحه النهارده وسهله دي. عندنا بقى بمناسبه ان احنا خدنا الكروموسوم، هناخد اخر اسماء انتي بايوتك في الملح. عندنا والله والله يا جدعان في الكيموثيرابي في الفارما هتاخدوا قد الاسماء دي ثلاث اربع مرات، ده انا بزغزغكم بس، الاسماء دي لا تمثل شيء بالنسبه لي. 30 40 مره. يلا بصوا خلاص هنبتدي ناخد الانتي بايوتكس اكتنج اون نيوكليك اسيد. يلا يا جدعان ارجوكم، حتى انا تعبت كده.
احنا طولنا الحصه النهارده شويه عشان قلنا يعني ايه نشد شويه، لكن الحصه الجايه هتقصى يعني تبقى ساعه عشان نعوض الايه الحصه الطويله. بص بقى عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ انت مالك انت؟ انا كده بلعب معاك ده شغل انت تحب اللعبه ايه ده؟ تحب اللعبه ايه؟ انا عبك عشانك هتشوف انا ماشي عديد الفلاحه خليك يعني ولوم العزم كمان. لا بص حاضر يا عز بص هو منطقي بيقول لك عملنا ايه؟ لا والله عملنا بص دلوقتي احنا مقسمين الانتيبيوتكس اللي بتشتغل على النيوكليك اسيد لحاجتين، حاجه بتعمل انهيبيشن للدي ان ايه وحاجه بتعمل انهيبيشن للار ان ايه. جميل. طبعا الاهم هما اللي بيعملوا انهيبيشن للدي ان ايه. الكتاب بقى مقسمه ليه تقسيمه في الكتاب بس بتاعه يقول لك بتوع الدي ان ايه يا اما حاجه اسمها اندايركت انهيبيتور يا اما حاجه اسمها دايركت انهيبيتور. في ثانية ماذا يقصد الكتاب بإندايركت إنهيبيتور؟ اللي هم بيمنعوا الدي إن إيه سينسس، يعني بيخلوا البكتيريا ما تعرفش تصنع دي إن إيه. فاكتبوا لو سمحتوا كلمة إندايركت إنهيبيتور الكتاب يقصد بيها إنهيبيت سينسس أوف دي إن إيه. إنهيبيت سينسس أوف دي إن إيه. لما خلصهم بقى هقول لكم الدايركت الكتاب قصده. ممكن ترسوا لي على السبوره الرسمه اللي انا هعملها دي هنعملها في خمس دقايق هتحل لنا كل الاندايركت انهيبيتور. بس تركزوا معايا جايب لكم نفس الرسمه على الداتا شويه حاجه عبيطه وما يسوم عندك برضه 90%. بص يا حبيبي ادي كله باصص لي على السبوره ادي البكتيريا دي حلو. عارفين البكتيريا بتحب تصنع بنفسها الدي ان ايه، يعني مش بتاخد النيوكليوتايد جاهزه من جسمك، لا هي بتحب تصنعه. انا بقى جسمي بيبقى فيه حاجتين كله باصص لي على الصبور محدش كلمة بقى. بيبقى فيه حاجه اسمها بابا تكريم من البايو يعني ايه بابا؟ بايو امينو بنزويك اسيد. وحاجه اسمها فوليك اسيد. فوليك اسيد حلو. طيب البكتيريا متعودة دايما تاخد من جسم البابا، يبقى ربنا خلق البكتيريا اساسا بتاخد من جسم البابا، والبابا بقى هي بتحوله لدي ان ايه عبر سايكل عارفينها في البايو. بص البابا بيشتغل انزيم عليه يحوله الفوليك اسيد. طبعا اسم الانزيم ده مش عليكم بس هبقوله لكم في الداتا شو حبا في العلم كده. قولولي الفوليك اسيد يشتغل عليه ريدكتيز، عارفين ريدكتيز يعني بحط اثنين هايدرو، يتحول لداي هايدرو فوليك اسيد. الداي هايدرو يشتغل عليه ريدكتيز برضو بالظبط هحوله لتترا هايدرو فوليك اسيد. التترا هايدرو فوليك اسيد ده بقى بيخش لي في كريمز سينسنس والكلام. انا بقى عايز اعمل انهيبيشن للسايكل دي، فحدي دراجز تشتغل بحاجة اسمها كومبيتيتيف انهيبيشن. سمعنا عنها من قبل الفلوسايتوزين بتاع اليوراسين ونعيدها مرة تانية. بصوا مش محتاجة شرح، عندي دراج اسمه سلفوناميد. جميل. السلفوناميد ده بيشبه البابا بالظبط، عشان كده بنقول عليهم structural analog. انتوا عارفين analog يعني شبه بعض. قولوا لي بقى لما يبقوا شبه بعض هيتخانقوا على الانزيم ولا لا؟ ومين اللي يكسب؟ الدراج. فالانزيم ما يشتغلش على البابا، يبقى انت كده منعت الفوليك اسيد. جميل. طب اللي ما فهمش ما ييأس. اكزامبل تاني. بصوا كده شايفين في حاجه اسمها داي هايدرو فوليك اسيد، عملنا دراج اسمه ترايميزوبرين بيشبه الداي هايدرو، عشان كده بنقول عليهم ستراكشرال انالوج. ها يبقى الاثنين هيتخانقوا على اني انزيم؟ الريدكتيز. ومين اللي بيكسب؟ الترايميزوبرين.
يبقى انت كده منعت تحويل الداي هيدرو الى تترو هيدرو. ثانيه واحده يبقى قولوا لي بقى الاثنين دول اشتغل باي كومبيتيتيف انهيبيشن ولا لا؟ في ثانيه كده تاني يبقى دلوقتي اديت سلفوناميد بيشبه البابا فدخل البكتيريا اتنافس على الانزيم مع البابا وهو اللي كسب، يعني الانزيم اشتغل عليه هو، فانت كده منعت تحويل البابا لفوليك اسيد. بعد كده نفس الحكايه اديت واحد اسمه ترايميزوبرين يشبه الداي هيدروفوليك فدخل البكتيريا اتنافس مع الداي هيدروفوليك على الريدكتيز وهو اللي كسب برضه، فالريدكتيز بطل يشتغل على الداي هيدرو فكده ما عملتش تتراهم. لغايه دلوقتي كويس؟ ثانيه واحده طب قول يا دكتور ممكن ندي ده وده وممكن ندي الاثنين مع بعض ماشي هتعرفوها في الفارما واخده بالك اه يعني في كومباينيشن ما بين الاثنين يا دكتوره اسمه سيبترين واخده بالك اه اللي هو سلفا ميزوكسازون ممكن تدي كل واحد واحده طيب احنا ليه محتاجين الاثنين اصلا موجودين اي طب دي بقى هتعرفوها في الفارما وممكن اقولها لك بعد الحصه واخده بالك يعني بص دي مش عينه في البكتيريا واخده بالك تعرفوها في الفارما بس انا ممكن افهمها لك بعد الحصه بص من الرسمه بقى عايزين نعرف يا جدعان خلينا نخلص ازاي البكتيريا قاومت السلفونامايد قولوا لي هو السلفونامايد بيشتغل على اي خطوه تحويل البابا لفوليك اسيد نقدر نستنتج بقى اول حاجه عملتها البكتيريا تفتكروا تعمل ايه تغير الانزيم فالبكتيريا عملت انزيم عنده هاير افينيتي تو بابا يعني بيلزق اكتر في بابا فكده لما انت تدي السلفونامايد السلفونامايد مش هيلزق في الانزيم يبقى كده البكتيريا بقت ريزيستنت للسلفونامايد في بقى بكتيريا اذكى عملت لك ايه؟ قلت لك ايه العبط ده؟ انا مش هاخد من جسم الانسان بابا انا هاخد الفوليك اسيد جاهز يعني مش هعمل الرياكشن دي خالص مش ده برضه حل؟ مش احنا جسمنا فيه فوليك اسيد؟ فبدل ما البكتيريا تاخد البابا تقوم انت مدي السلفونامايد تمنع تحويل الفوليك اسيد قامت هي واخده من جسمك الفوليك اسيد الجاهز اللي هو البري فورمد فوليك اسيد. تعرفين كده بنسمي البكتيريا عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها باي باس الرياكشن انهبيتد باي دراج. حد عارف عليه كلمه باي باس؟ استغنت عنه ونطت عليه. كانت بتعمل رياكشن معين بيشتغل عليه الدراج هي استغنت عن الرياكشن ده وبقت بتاخد الفوليك اسيد جاهز. نرجعها بقى وانتوا باصين في الورق كده عشان امليكوا الشفره الشفره نفسها هبل قوي. بص الريزيستنس تو سلفونامايد اول حاجه عملت نيو انزيم عنده هاير افينيتي فور بابا جميل. الحاجه الثانيه بقى عملت باي باس للرياكشن كله يعني ايه؟ ابتدت البكتيريا تاخد البريفورمد فوليك اسيد من جسمك بدل ما تاخد البابا من جسمك وهي تحوله لفوليك اسيد يبقى كده استغنت عن الرياكشن خالص. وعشان نفتكر بقى دول ودول حاجه هبله قوي اطلعوا على السلفونامايد قولوا لي تحت السلفونامايد فوق اكتب سلفول على بابا سلفول على مش مسائل فول سلفول انت لو قاعد في قهوه ممكن تقول لصاحبك سلفول على بابا اتفضل قولوا لي ايه سلفول ده سلفونامايد وعارفين بابا كل بابا طيب بعد كده نعم يا اخويا طيب ماشي ما حصصتك عايز قولوا لي تعالوا على الترايميزوبرين قولوا لي هو الترايميزوبرين بيمنع انزيم اسمه ايه؟ ريدكتيز مش هتضيع حد فوق ريدكتيز فاكتبوا تحت الترايميزوبرين ثلاثة ميزو كده رضا الحمد لله اكتبوا حاجة ثلاثة ميزو كده رضا ادي فايدة الفرجة على الافلام قولوا لي ايه ثلاثة ميزو تراي ميزو بريم ايه رضا ده؟ رضا كتير مش هما كان اسمهم رضا في الفيلم وكانوا ثلاثة برضه ولا حد فاهم حاجة طيب اخر حاجة اكتبوا على الريزيستنس تو سلفونامايد عشان تخيلوا ده ليه شفرة برضه كيف تقاوم السلفونامايد؟ الزق اكتر في بابا
الزق اكتر في بابا او استعمل الفول الجاهز. استعمل الفول الجاهز يغنيك عن بابا خالص. ارمي بابا بقى. يبقى الزق اكتر في بابا او استعمل الفول الجاهز. ولا حد فاهم حاجه اساسا؟ قولوا لي ايه الزق اكتر في بابا؟ مش احنا عاملين انزايم هاير افينيتي فور بابا؟ طيب او استخدم الفول الجاهز اللي هو الفوليك اسيد بري فورم. فاهمين اي حاجه؟ انت والله تحفظها ليه؟ طب الانجليش حول الشفه الانجليش يا حبيبي. انت فكرتك انجليزي؟ طب يا جماعه معلش حطها يشرح كل حاجه بالانجليزي لان الادون عز ادون دي يعني اسرائيل يعني ثقافته انجلش كلها. كان في مدارس انجلش هي خليل باباظ الثانويه كانت خليل باباظ الثانويه بنات كان مهم. يلا بص طب عز ان شاء الله بعد كده هطلعك. بص اخر حاجه هناخدها تبتدي بقى اعراض الفورما. انت بتطلع لا وقت فورما والبكتيريا انا عارف الاثنين النهارده كام واحد. معلش دكتور هو احنا دلوقتي خدنا ريزيستنس للسخونه ماشي ما فيش ريزيستنس للانتيبيوتيك. لا لو عايز للعلم بقول لك هي دي بس عليك في المنهج. اي حاجه للعلم اقولها لك يا ابني كفايه قوي كده. طبعا في ريزيستنس تايم سوبريم بس مش عارف. بص بعد كده بقى هناخد الجزء الثاني اسمه دايركت انهيبيتور اوف دي ان اي. بصوا بقى الكتاب قصده ايه يا جماعه. المجموعه دي مش بتمنع تكوين الدي ان اي، لا هي بتسيب البكتيريا تعمل الدي ان اي وبعد كده هي تعمل له انهيبيشن. يعني المجموعه دي اكتبوا عليها انهيبيت دي ان اي افتر اتس سينثيسيس. وهنفهمها دلوقتي. اكتبوا على الدايركت انهيبيتور انهيبيت دي ان اي افتر اتس سينس، يعني بعد ما البكتيريا تكونه الدراجز دي تشتغل عليه. بصوا بقى حاجه هبله قوي. هما ثلاثه. اول واحد عيله اسمها كينولون. مشهوره في الطب. الكينولون دي بتمنع انزيم في البكتيريا اسمه دي ان اي جايريز. بصوا يا حبايبي. انتوا عارفين الجايريز ده مسؤول عن ايه في البكتيريا؟ السوبر كويلين. فاكرين السوبر كويلين؟ مش مفروض الكروموزوم يبقى سوبر كويلد ولا لا؟ لو معرفش بعد الريبليكيشن يعمل سوبر كويلين هيحصل له ديجراديشن ويتكسر على طول. وحتى انتوا عارفين يا جماعه كلمه جايريشن بالانجليزي يعني لف. واخدين بالكم؟ هو مسمينه جايريز لانه بيعمل كويلين بيخلي الدي ان ايه يلف حوالين بعض. يبقى اكتبوا وظيفة الدي ان اي جايريز. اكتبوا سوبر كويلينج اوف كروموسوم. سوبر كويلينج اوف كروموسوم. منعت السوبر كويلينج كده الكروموسوم هيتكسر على طول. وبصوا بقى في الورق هنقرا الممبرز بتوع الكينولون. عندي واحد اسمه ناليديكسيك اسيد وواحد اسمه سيبروفلوكساسين. طيب طبعا في الفارما هتاخدوا خمسه زياده كمان على العالم ده الكينولون. نيجي بعد كده قولوا لي سمعتوا عن دواء اسمه فلاجيل؟ طبعا في العيد جاي بقى والنزلات المعويه. بص الفلاجيل ده هو الاسم التجاري لدواء مشهور اسمه مترونيدازول. المترونيدازول هو الاسم العلمي. والمترونيدازول ينتمي لعائله اسمها نيتروإيميدازول. يبقى عندي عيله اسمها نيتروإيميدازول ليها ممبر اسمه مترونيدازول. ده بقى بيعمل ايه يا حلوين؟ ما عندوش شم رحمين، يكسر الدي ان اي، يعني بريكس الدي ان اي. استخدامه خدناه الحلقه اللي فاتت بس متغطي. قولوا لي اللي حبايبي فاكرين عيله اسمها ازول؟ فاكرين الازول اللي هم بيشتغلوا عليه الكوليسترول؟ مش هم كانوا برود سبيكتروم وكمان بيستخدموا تو تريت انيروبيك بكتيريا؟ قلنا هنشرح انيروبيك بكتيريا. بصوا بقى المترونيدازول ده تبع عيله الازول، ده تخصصه علاج الانيروبيك بكتيريا. ولما ناخد بقى الانيروبيك بكتيريا في السيستماتيك هنعرف اشمعنى بيتاثروا بالمترونيدازول ده بالذات. يبقى المهم عيله الازول الممبر الوحيد بتاعها اللي بيشتغل على الانيروبيك بكتيريا هو المترونيدازول. اي حاجه ثانيه في الام سي كيو لا ما بتاثرش على الانيروبيك بكتيريا. وكمان ممكن استخدمه لعلاج الطفيليات البروتوزوم. ايوه ما هو فيهم ممبر انتي بكتيريال
واخد بالك اه بيكسر الدي ان ايه. يعني بص عيله الازول دي كلها بتمنع الجسور بتاعت الفنجان ما عدا الممبر اللي اسمه ميتونيدازول ده ملوش علاقه بالجسور ده بيكسر الدي ان ايه ماشي. واكتبوا شفره عن ميتونيدازول اللي هو بيكسر الدي ان ايه اكتبوا مترو بيقطع الضنه من غير اكسجين. اي حد شاف اي حد يخرب بيت العشاء يا ابني هو كلام ابي يحيى. مترو بيقطع الضنه مش احنا واخدين الضنه ده قد كده من غير اكسجين. ايه من غير اكسجين دي؟ تفتكر كلمه انيوب تخرب بيت كده. طيب طب انا بقى هبجيب في الحصه اي حد معدي في الشارع يحضر معانا واشوفه يعرف يترجم الشفرات ولا لا. مش محتاجه طب يعني. اخر دواء في الاندايركت انهيبيتور دواء اسمه نوفو بايوسين وليس عليك اي تفاصيل. مسك الختام بقى عياركو فعلا خلاص. اخر حاجة انا عارف الحصتين طول عليكم اللي بيشتغل على الار ان اي اللي بيشتغل على الار ان ايه دراج مشهور قوي في الطب اسمه ريفامبين. سمعتوا عنه؟ اللي هو بتاع ريفامبسين بتاع التي بي. طبعا لما ناخد التي بي الريفامبسين ده احد اهم اكتشافات تاريخ الطب. المهم بصوا بقى يا جماعه بطلوا كلام اله البنت اللي بتتكلم تعنس اه بقى. اه ما اللي بيتكلموا دلوقتي كلهم بنات تعنس اكتر ما هي هتعنس بتتجوز كده 58 وهي طالع قاطب على لسه على قيد الحياه. يلا يا جدعان اخد بك كده. بص ازاي نالف الريفامبسين بيشتغل ازاي. حاجه بسيطه حرف الار بتاع الريفامبسين مع ار ان اي وحرف البي مع بوليميريز يبقى عمكم الريفامبين بيمنع الار ان اي بوليميريز. حرف الار ار ان اي والبي بوليميريز. قولوا لي حد فيكم عارف الار ان اي بوليميريز ده بيعمل ايه؟ بيعمل الميسنجر ار ان اي. قولوا لي ادي الدي ان اي عشان اعمل ميسنجر ار ان اي اللي هي عمليه الترانسكريبشن محتاج ار ان اي بوليميريز ماشي. اديها لحم لو سمحت دكتور معلش هنعمل الداتا شو على بال ما احمد يظبط الداتا شو. الناس اللي ما حضرتش معايا فوليوتين جرانيول في ثانيه وحتى اللي حضرها ما هو ما انتوش فاهمين حاجه كاننا بنعيدها. بص اللي هي كانت تحت الريبوزوم احمد اه ناديها دكتور اه. بص يا حلوين في المذكره اللي فاتت تعالوا صفوا دلوقتي يا جماعة الانكلوجن جرانيول. احنا عندنا الانكلوجن جرانيول في البكتيريا ربنا خلقها عشان تعمل حاجة اسمها ستورج. انتوا عارفين ستورج يعني تخد يا جماعة ارجوكوا حتى اللي حضرها يقعد ساكت لو سمحت كانت دي تخد. يبقى دلوقتي الانكلوجن جرانيول البكتيريا بتخزن من خلالها الاكل اللي هو النيوترين وبتخزن الطاقه اللي هي الاي تي بي او البوليفوسفيت. حلو كده. طيب السؤال بقى هي ليه البكتيريا يا حبايبي بتخزن الاكل والطاقه؟ اقول دلوقتي البكتيريا وهي جوه الجسم بيبقى فيه اكل كتير وطاقه كتير فهي بتخزن اللي هي مش محتاجاه عشان لما تطلع بره الجسم الاكل والطاقه بيقلوا فبالتالي تقدر تستخدم الجرانيول. طيب السؤال اللي بعد كده ايه الكاركتر بتاعت الجرانيول؟ اول حاجه نوت اسينشال. انتوا عارفين يعني ايه نوت اسينشال؟ يعني نوت بيزك يعني مش كل البكتيريا عندها الجرانيول لان مش كل البكتيريا بتعرف تخزن. في ناس ما بتعرفش تحبش مبذره. طيب تاني حاجه not permanent. يعني ايه not permanent؟ قولوا لي مش هي مش هي بتستهلك الجرانيول دي وهي بره الجسم؟ يبقى انا لو بصيت على البكتيريا وهي بره الجسم
مش هلاقي فيها جرانيول، وبالتالي ده مش بيرمننت ستراكشر، ممكن تفقده في اي لحظه. وعشان كده بقى اللي ما حضرش الحته دي يكتب تحت كلمه نوت بيرم، لو سمحت اللي ما تملاش الحته دي تحت كلمه نوت بيرم اكتب لوست اوتسايد ذا بودي، تفقدها بره الجسم، او ان فيترو لوست ان فيترو او اوتسايد ذا بودي. طب ما تمشيش دلوقتي احنا السنه دي، خليك معانا كده لغايه بعد. طيب مسك الختام بقى، ودي احنا بقى ناخدها في العملي، لكن بتيجي في الام اس كيو في الترم الاول. اشهر انكلوجن جرانيول عندنا واحده اسمها فوليوتين جرانيول، ما تخرجش يا احمد. واحد التليفون كان مهم قوي يا احمد، عايز ترد عليه يا حبيبي؟ طب رد، ربنا يجعلنا مقطعين لرزاق، رد يا حبيبي على التليفون، ما يهمكش بس خالص. بص الفوليوتين جرانيول دي ايه المميزات بتاعتها؟ اولا يا ابني هشغل لكم التكليف تاني. بص البروتين جرانيول هي موجوده حصريا في بكتيريا اسمها ديفتيريا. احنا خدنا الديفتيريا النهارده اللي هي برايمري باثوجين، واخد بالك اللي هي جنب التيمي، فدي موجوده حصريا فين؟ السؤال بقى اسالك في الام سي كيو عليها ثلاث حاجات. اول حاجه البكتيريا اللي فيها، فهتقول لي طبعا ايه؟ ديفتيريا. ثاني حاجه هي تحتوي على ايه؟ هي بتحتوي على انرجي بولي فوسفيت، يعني ما بتحتويش على اكل، هي بتحتوي على اي تي بي. اهم خاصيه ليها بقى اللي بيجعلها متفرده، خاصيه اسمها ميتاكروماتيك. ميتاكروماتيك يعني متغيره اللون. يعني ايه متغيره اللون؟ يعني لما تيجي تصبغ الدفتريا نفسها بلون هي تاخد لون مخالف. فطلعوا لي اللي هو ما حضرش الحصه دي الرسمه بتاعه الحصه اللي فاتت، اول صفحه ملونه اللي هي اللي فيها الميزوزوم والكلام والريبوزوم، الورق الملون بتاع الحصه اللي فاتت، وبصوا لي تحت خالص دي رسمه الدفتريا، انا مديها صبغه خضراء، فمفروض الدفتريا نفسها اللي هي العصايه الباسيلس خدت اللون الاخضر، اما الجرانيول الانكلوجن اللي هي البوليتين خدت لون تاني خالص اللي هو بينك غالي، وهناخدها في العملي بلون تاني. الدفتريا نفسها تاخد اللون اللزق والجرانيول تاخد اللون الاحمر، يبقى هي دايما متغيره كده. جميل. تعالى بقى يا احمد. قولوا لي يا جماعه الناس اللي ورا خالص، هل شايفين الكتابه لغايه تحت؟ طب استنى انا هعملها الاول. طيب استنوا بس هعمل الاول الصوره وبعدين ايه. شو عم حبيبه الداتا شو هو ويخليكم تناموا اساسا. طيب ده تشدوا لو سمحت خليك معانا بس مده ثانيه واحده، هتشوف الكادو اللي ورا شايفين اللي تحت. بصوا بقى ايه ده النور يا النبي يا جماعه اللي هو نحس ممكن يمشي، اللي حاسس بنفسه بجد ايه بقى لما اجي اعملها؟ عشان حضرتك ما شاورش عليها المره اللي فاتت. طب خلاص قديم قديم يا رب. ها ها الحمد لله كويس يا جماعه، متشكر قوي للراجل اللي مشي ده. المهم اتفنوا يا حبيبي.
يلا بص يا حبيبي، ده سؤال خاص بالحصة اللي فاتت لو سمحت. دلوقتي أزونز are characterized by all of the following except. ركزوا معايا. أول حاجة broad spectrum antifungals. تاني حاجة used systematically and topically. Number three inhibit senses of both cholesterol and ergosterol. ثانية واحدة بس عشان أشوف بس في مدينة نصر اللخبطة اللي حصل الأسبوع اللي فات أقول لكم زي ما هي. رابع حاجة can be used to treat anaerobic bacteria. Have no effect on growing hyphae. بصوا بقى دي واحدة. أنا بقول لك اختار لي الجملة الخاطئة، صح؟ هي محصورة بين 3 و5. طبعاً قولوا لي 3 غلط أكيد. لأن هي ما بتأثرش إلا على الإرجوستيرون. الديبيت اللي حصل بقى. Have no effect on growing hyphae. الكلام ده صح. قولوا لي. هي مفروض برود سبيكتروم يعني بتأثر على البادنج، قصدي على الكانديدا والديرماتوفايت، صح؟ لكن هل هي بتأثر على الديرماتوفايت بانها تمنع الهايف بتاع الديرماتوفايت؟ لا. هو مين الدراج الوحيد اللي بيمنع الهايف بتاع هايفا؟ جريسيوفالف. هي بتأثر على الديرماتوفايت عن طريق انها بتعمل انهيبيشن للالجوسترول بتاعها، فهي فعلا ملهاش علاقه بالهايف. لكن في ناس قالت لك ايه بقى، ما دام هي بتأثر على الدرماتوفايت يبقى اكيد بتأثر على الهايفي. غلط. الدراج الوحيد اللي بيأثر على الهايفي هو الديري الجريزيوفانفين، اما الباقي ملوش تأثير على الهايفي. ماشي. طيب اللي حضر فيكم مدينة مصر يوم الثلاث اول حصة كده فات. بصوا بقى الصفحة اللي بتاعت الهايفي بروتين سينسيس انهيبيتور. ادي شايفين يا جماعة ال 50S لما بتلزق في ال 30S هبتدي انا بقى امنع في الخطوه دي. بصوا قولوا لي ادي ال 50S الكبيره، فاكرين مين اللي كان بيمنع ال 50S؟ كان شفره اهمهم كلورامفينيكول، فاكرين كلو، والاريثرومايسين اللي هو من عيله الماكرولايد اللي هي مكرونه بدمها. طيب فاكرين بقى مين اللي كان بيمنع ال 30S اللي تحت؟ عندك الاستريبتوسايكلين وعيله الامينو جلايكوسايد اللي هو من ضمنهم الستريبتومايسين ابو سلسله. ماشي. طيب يبقى ده تلخيص ازاي بيشتغلوا اثناء البروتين سينس. طيب بعد كده قولوا لي الستريبتومايسين ايه المين سايد افكت بتاعه؟ اطرش اهو. وكمان هو نفرو توكسيك ولا لا؟ مش كل عيله الامينو جلايكوسايد كده، هو من ضمنها. طيب حد فاكر بقى الريزيستنس بتاعته ازاي؟ بتاعت الريسبتور. ادي مفروض الريسبتور اللي على الريبوزوم، فهو بيدخل فيه. قامت البكتيريا غيرت شكل الريسبتور اهو. وبالتالي هو ما عرفش يدخل. الناس اللي ورا شايفين الحته اللي تحت دي ولا نرفعها شويه؟ مش اللي هم ورا خالص، اللي هم ورا احمد بصفين البنات والولاد اللي جنبهم. شايفين الحته اللي انا بشاور عليها دي؟ ولا لا؟ مين اللي مش شايفها؟ يرفع ايديه او يرفع ايديه. لا كده. لا حبيبي مش قوي كده. بس شويه. طيب. لا لو حصحت الكاميرا. طيب. اهي. طيب فوق شويه. طيب يا احمد حط معلش كشكول. حاضر حاضر حاضر. هنحط كشكول حاضر. انا عشان كده بقول يا جماعه. حط اغلى كشكول عندك كمان. ايوه حطها على البشاره. الله ينور. لا 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 حطها على الحفره بتاعت البشاره مش على البشاره من فوق. ايوه كده شاطر. اهي يا جماعه اللي عايز يعلي عن كده طص فيه، هو اللي اطول شويه. طيب بعد كده ادي التترا سايكل. شايفين احنا مسمينه تترا لان هو الاستراكشر بتاعه 4 رينج. قولوا لي فاكرين السايد افكت بتاعه ايه؟ على البون، بيمنع الديبوزيشن اوف كالسيوم. وطبعا مين اللي ما تاخدوش؟ ده في تصاهو 6 حامل، يبقى كونترا انديكيتد في البريجنانت وومن. بقى عشان الناس اللي ما ايه ما فهمتش الكارير ما تبصوش للكتابه خالص. قولوا لي مش ده الاوتر من بين؟ ادي البروتين كارير اللي مفروض بيعمل اكتف ترانسبورت للتتراسايكل. جميل. قوم البكتيريا هتغيره. ما دام غيرت البروتين كارير ده يبقى التيل انتيبيوتيك اللي هو تتراسايكلين مش هيقدر يدخل. طيب بعد كده كلورامفينيكول. فاكرين البون مارو ديبريشن؟ كله عظمه، عظمه كبيره اهي. ها وبيتكسر بقى انزيم اللي هو الاسيتايل ترانسفيرز. جميل.
خدوا سؤال الام سي كيو ده بقى بس ما تجاوبوش برضه لما نخلص. Change in drug permeability is a mechanism of resistance for لا والنبي خليني ميزيسيلين وكلوكزاسيلين استريبتومايسين وكلورامفينيكول امفوتريسين ونيستاتين فانكومايسين وتيكوبلانين تتراسايكلين واميكاسين. اللي حافظ هيجاوب على طول بقى السنه اللي فاتت في نص السنه. طيب بعد كده نورمال فلور خلي بالكم بقى دي رسومات كلها. النبي يا جماعه بطلوا كلام شويه. بص ادي النورمال فلور اهي وادي الباثوجينيك السودا الوحشه. شايفين بقى النورمال فلورا بتحتل الميكوزا ولا لا؟ فهتمنع الباثوجينيك انها تنزل وطبعا برضو بتطلع ويست برودكت اللي هي توكسيك ميتابولايت. كل ده بيموت لي الايه؟ الفلورا. مالكوش دعوه بالايه؟ بالرسمه. بعد كده قولوا لي اوبورتونيستك هي امتى تعمل ديزيز؟ كام حاله؟ ثلاثه. اول حاجه في الاميونو كومبرومايز، ثاني حاجه outside the normal side، ها اهم حاجه بقى ايه؟ سوبر انفكشن. واللي لسه ما فهموش السوبر انفكشن بصوا الرسمه دي. بصوا يا حبيبي ادي واحد طبيعي عنده الفلورا بتاعت الانتستين اهي. الاحمر ده هي الفلورا الحلوه اللي هي نوت باثوجينيك، والازرق ده هم البوتنشال باثوجينيك اللي هي زي الكانديدا والكلوستريديا ديفيسيل. في الاحوال العاديه شايفين عددهم قليل ولا لا؟ جه بقى البني ادم ده جاله انفكشن فاضطر ياخد دراج. بص بقى الدراج عمل ايه؟ شطب الاحمر كله، يعني كل الفلورا السنسيتيف ماتت. مين اللي فضل بقى؟ البوتنشال باثوجينيك. قاموا كتروا ايه؟ بكترهم وقاموا عاملين لي سوبر انفكشن. ماشي؟ طيب بعد كده ادي شكل الاورال فلاش. شايفين طبقه بيضة في الماوس، ماشي؟ ده انهي فطر اللي بيعمله؟ كانديدا. كانديدا. ادي السودو ممبرينس كولايتس. بصوا بقى يا جماعه هتاخدوا ده في الباثولوجي في الترم الثاني. ادي الانتستين الاحمر وادي بقى السودو ممبرين. ده مش ممبرين، ده نيكروتيك تيشو، واخدين بالكم؟ فبينفصل عن الانتستين ويقوم عامل ممزق البلاد فيسل، فالعيان يجي له بلاد دايريا ويموت. ده اللي اسمه سودو ممبرينس كولايتس. فاكرين انهي دراج اللي كان بيعمله؟ الكليندامايسين. ماشي يا حبايبي؟ هو النوم النوم. طيب بصوا السؤال ده جه السنه اللي فاتت اخر السنه بس في الدور الثاني بعيد عن السامعين. All of the following about super infection are true except. يعني انا عايز الجمله الخاطئه اللي قاعدين ورا احمد وبيتكلموا. ايوه احمد مش عارف يركز منكم. انتوا فاكرين ان هو مخبيكوا عني؟ اهمد يا دكتور. بص اول حاجه occurs due to prolonged use of broad spectrum antibody. انا عايزكم تطلعوا الجمله الخاطئه. تاني حاجه caused by potentially pathogenic normal flow may result in a fungus related disease lead to overgrowth of sensitive normal flow may be manifested by diarrhea. ما هي الجملة الخاطئة؟ شطرين أربعة أيها الراقدون تحت التراب قولوا لي هو مين اللي بيحصل له أوفر جروس؟ السنسيتيف ولا الريزيستنت نورمال فلورا؟ لأن السنسيتيف إيه؟ ماتوا زيكم كده. وقولوا لي إيه الفانجس ريليتد ديزيز ده؟ الكانديد؟ أنا مش لازم أجيب لك كلمة كانديد. طب وإيه الدايرية؟ السودو ممبرينس كولايتس مش ده اعراضها ولا لا؟ يبقى انا مش لازم اجيب لك الحاجه بالتفصيل. ما تبقاش يبقى الاجابه دي الخاطئه، المفروض يبقى اوفر جروس اوف ريزيستنت. طيب بعد كده بص يا حلوين ده التايبس اوف ريليشن شيب. اول حاجه ميتواليزم. فاكرين يعني ايه ميتواليزم؟ الاثنين مبسوطين، فادي الاثنين في فتره الخطوبه اهو. ده واحد ودي واحده، شايفين القلب قد ايه؟ تبادل منفعه. قولوا لي بعد كده كومنساليزم واحد يستفيد وواحد ما يحصلوش حاجه. ادي السودا استفادت بقلصت وكده. اما الراجل لسه قاعد في ايه؟ قاعد في الضياع لغايه دلوقتي مش حاسس بحاجه. نيجي بقى بعد سنتين من الجواز تبتدي العلاقه تفلل. باراسيتيزم الست برضه بتضحك.
والراجل بيعيط كده. الراجل يا المسلمين يا حلوين والسقه، لا مؤاخذه الست مش بكتيريا احنا بس بنقولها كده، لكن دايما اللي مستفيد في جميع الاحوال هو الست. بص احنا بكتيريا الكروموسوم في ثانيه، قولوا لي زي سنو، حد فاكر الكروموسوم ما فيهوش ايه؟ اربع حاجات: نيوكليار ممبرين، نيوكليولس، هيستون، مايتوتيك ابريت. طيب قولوا لي الجينز بتاعت الكروموسوم اسينشال ولا نوت اسينشال؟ اسينشال. طيب الريبليكيشن كان اسمه ايه بتاع البكتيريا؟ سيمبل باينري فيشن. ادوني اسمه التاني سيمي كونسيرف. شاطرين. التو دوتر سيل ار ايدنتيكال لبعض. ايدنتيكال لمين كمان؟ شاطرين. ممتاز. الميوتيشن الاوريجن، حد فاكر السبب؟ يا سبونتينيوس يا اما انديوس. طب والانديوس دي كان يمين يمين؟ يا اما فيزيكال يا اما كيميكال. عايش حركات رعب كده طالع نازل. بصوا بقى تايبس اللي احنا خدناها في الرسم صح؟ قولوا لي بوينت ميوتيشن، حد فاكر البوينت تؤدي الى ايه او ايه او ايه؟ سايلنس. ممتاز. طب الحاجه الثانيه اسمها فريم شيفت، اللي هو نتيجه هي ايه؟ انسيرشن. شاطرين يا حبيبي. اخر حاجه بقى بنشطب خلاص، انتي بايوتكس انهبيتنج نيوكليك اسيد. بصوا بقى عشان اللي لسه ما فهمش الكومبيتيتيف انهبيش، ادي الانزايم مفروض السبستريت اللي هو البابا يبقى هنا. جه بقى السلفوناميد كان شبه الايه؟ البابا، فدخل في الانزايم بدل الايه؟ بدل الدرا اللي هو البابا، بدل الدرا ده كومبيتيتيف. بصوا بقى شايفين دي السايت سلفول على بابا سلفوناميد، واخدين بالكم منع البوب. وادي الانزيم بقى اللي اسمه بتيريدين سنسيتيز، ده مش عليكم في البكتيريا بس بقوله لكم. طيب ثلاثه ميزو كده رضا، تراي ميزوبرين، رضا اللي هو ايه؟ رضا كتير. شايفين بقى التتر هايدرو داخل في كذا حاجه، فمتى منعته كده البكتيريا مش هتعرف تعمل دي ان ايه خالص. ريزيستنس تو سلفونامايد، فاكرين؟ بص مش يا اما تغير الانزيم الزق اكتر في بابا، يا اما باي باس. فاكرين يعني ايه باي باس؟ اخد الفوليك اسيد بدل ما اخد الباس. شاطر. بعد كده بقى كينولون، ابص مكتوبه في المراجع حتى الصوره دي. فاكرين الجايويز مش هو بيلف؟ اللي هو زي رقص الباليه بالظبط، بيقول لك دانسرز ار جايويتنج، يعني بيلفوا مع بعض سوبر كورنيك. نيجي بقى ادي الجايويز اهو، ادي بعد الريبليكيشن الكروموزوم بيبقى كده، مفروض يحصل له سوبر كويلينج بالجايويز. يجي الكينولون يوقف الخطوه دي، فما فيش سوبر كويلينج خالص. ادي بقى الساحره الشريره اهي، منعت الاثنين انهم يلفوا. الساحره دي اللي هي مين؟ كينولون. فبطلوا يلفوا فزعلانين وبيعيطوا. الميتونيدازول، قولوا لي الميتو يا جدعان يخرب بيتك بصوا. قولوا لي مش الميتونيدازول بيدخل في الانيروبيك بكتيريا ولا لا؟ قلنا هناخدها في السيستم، لان في رياكشن في الانيروبيك بكتيريا هو ده اللي بيعمل اكتيفيشن للميتونيدازول، فساعتها الميتونيدازول هيكسر الدي ان ايه، فيبقى شكل الدي ان ايه فراجمنتد كده. ماشي. القبل الاخيره بقى ريفامبيسين، فاكرين الريفامبيسين؟ بصوا ادي الدي ان ايه اهو، وادي الاخضر البوليميريز اللي بيعمل الار ان ايه. يجي ريفامبيسين يمسك في الاخضر فيمنعه، فبالتالي مفيش ار ان ايه. اخر سؤال ام سي كيو ده غير السنه اللي فاتت يا دكتور. Which of the following bacterial enzymes is inhibited by competitive inhibition؟ نعم يا جدعان، دي ان ايه جايريز، acetyl transferase، RNA polymerase، extended spectrum beta lactamase، dihydrofolic acid. خلاص بص مواعيد الحصه الجايه يوم الاربعاء الساعه 2:30 والساعه 5، وعندنا بمناسبه العيد الاضحى كل سنه طيبين حصه زياده.